مساء الخير عليكم يا صبايا، مساء الخير عليكم يا شباب، وحشتونا جدا جدا. كل سنة وحضراتكم طيبين. عيد الأضحى يعني اقترب وطبعا انتوا كلكم على استعدادا للحمة واستعدادا للذبح، وطبعا في ناس هتحج، ربنا يا رب يوعدنا وقفة عرفات. الأيام اللي جاية مباركة جدا جدا جدا، ويمكن في الأيام المباركة دي عايزة أطلب منكم طلب. بعدين عايزه اقول لكم حاجه، انتوا عارفين طبعا من زمان ان انا لما بكلمكم ببقى بكلم نفسي، فبكلمكم ان احنا عايزين في الايام المباركه اللي جايه دي يحصل كده تصالح وتسامح مع نفسنا. اللي متخانق مع مراته يصلحها، اللي قلب على جوزها وطالبه الطلاق ما تطلبش الطلاق. اللي ليه بتكلم على الجواز بالاخص؟ لاني ببص حواليا طلاق 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 طلاق، يعني تعرفوها من السوشيال ميديا، تعرفوها من الوسط الفني، تعرفوها. كنت حزينة جدا لما سمعت ان هشام عاشور ونيلي كريم اتطلقوا، اشاعات عن مش عارفة مين ومين، فلان. طول الوقت طول الوقت، حتى في محيط عيلتنا، في محيط صحابنا، فلان وفلان اتطلقوا، فلان وفلان اتطلقوا، اصل ده طلق ومش عارفة عمل ايه، اصل هي اتطلقت واشتغلت ايه. حاجه بقت صعبه جدا جدا، لان احنا عارفين كويس قوي ان في اولاد، وعمر ما الاولاد بيطلعوا في مقوله كده نقولها ايه، كل العيال بتتربى، كل العيال بتتربى. لا، هي مش كل العيال بتتربى، في عيال بتطلع معقده، في عيال بتطلع مش سويه، في عيال بتطلع مشرده، في عيال اللي بيبقى ذكي جدا 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 في ان التعامل يبقى صحي بين الرجل والست، ودي حاجه مش في مجتمعنا الشرقي ان اتنين ينفصلوا ويبقوا اصدقاء، دي حاجة موجودة عند الاجانب بكثرة، لكن احنا عندنا نادرة الوجود. لما بيبقى الراجل والست اصحاب الولاد بيطلعوا كويسين، بس ده مش بيحصل، ومحكمة الاسرة دليل على هذا. الاخبار اللي بنسمعها كل يوم، اللقاء اللي معانا دلوقتي دليل على هذا. اللقاء اللي معانا ده محزن لسبب، كان دايما يقول لك واحنا صغيرين ايه، ما تتخانقش قدام الولاد، ما تتخانقش قدام العيال، ما تقولش مش عارفة ايه، ما تعمل. اكيد كل واحد فينا كبر فاكر وابوه وامه وهما بيتخانقوا، فتخيلوا ان اب يقتل امه قدام اولاده. مش خناقة، لا، خبط على الباب كده ويدخل يموتها قدام اولاده. اللي اكبر واحده فيهم مثلا عندها 7 سنين. تعالوا نشوف مع بعض. دايما بنقول الخناقات ما تبقاش قدام الولاد الصغيرين، ومهما كان في خلافات بين الزوج والزوجة ما ينفعش ابدا ابدا ان تكون قدام الاولاد الصغيرين. طب ولو قلتلكوا انه قتلها قدام ولاده التلاتة؟ ولاده التلاتة دول عندهم كام سنة؟ وكان الخلاف على ايه؟ مش هتصدقوا. تعالوا نشوف مع بعض. عنده كم سنة؟ هو في حدود 35. بنتي في حدود 30 سنة وست شهور. متجوزين بقالهم قد ايه؟ بقالهم 11 سنة بالظبط. بس الحياة كلها ايه، معاناة فوق ما تتخيل. يعني
هي جت في وقت طلبت الطلاق منه، وكان ليه خاله في اسكندريه، متجوزه في اسكندريه، فدخل خالته ديت، خالته دي كانت بتحب بسمه جدا، دخلت في الموضوع وقلت لها بسمه عشان خاطر المره دي والغلط مش هيتكرر تاني ومش ايه بقى الغلط؟ ان هو انسان مش فاهمها ولا هي ولا في ايه في الحياه. طب كلها في الحياه كلها، اللي هو هي فكرها ان هي عايزه تعمل حياه لعيالها وتعمل مستقبل حلو، تعمل مشروع فراخ يبقى فاشل، يطلع من مشروع الفراخ يخش في مشروع بهايم هو انسان فاشل، يطلع من ده المهم ان بيتخانقوا على فلوس، يعني هو مش عارف يجيب لهم فلوس، حياته كلها ما هو مسك فلوس بس ما بيعرفش يحافظ عليها وما بيعرفش يعمل حاجه صح، لانه دماغه مش متركبه مع دماغ بنت خالص، هو في منطقه تانية خالص عن بنتي، مع انها واخده على حب، وكنا احنا مختلفين الراي على في الاول ان هي ما تتجوزوش وهي اصرت عليه. حضرتك يعني قبل المشكله اللي حصلت الاخيره ديت احنا رحنا عنده البيت، رفع علينا السكينه في قلب بيته عليا انا واختها وباباها. ليه؟ كان متخانق معاها واستنجدت بينا برضو بالليل، ورحت لقيتها ماسكه التلات عيال دول حضناهم وبتقول لي خدوني يا ماما، راح جايب السكينه، كانت انا مرات اخويا هناك، فانا قلت لها الحقي بنتي بحيث ان هي عند بنتها لو في حاجه توقف الدنيا وتهدد الدنيا على بال ما انا اجيلك. المهم هو واحنا في الطريق بيقول لها لو جم هنا احنا انا هقتلهم وهشرحهم وعامل واخلي فيهم، وهي موجوده هنا تشهد على الكلام دوت. ماشي يا ست الكل، رحنا البيت قلنا له احنا هناخد بنتنا ما دام الحياه بينكم كده مش نافعه، قاعده ام وقاعده مرات اخويا وقاعدين ناس من اهله من هناك، محدش عارف بياخد معاه لا حق ولا باطل، لحد ما جاب لنا سكينه ورفعها علينا وبهدلنا اخر بهدله في بيته. مش حصل ايه من الواقعه بقى؟ حصل ان هو برده كان مشاكل على فلوس، وان هو هي عايزه فلوس هو معهوش، يعني اللي هو بيبقى معاه وبيستخسر في عياله ويفضل الحاجة اللي هي الشرب دوت. شرب ايه بقى؟ الحشيش والقرف اللي بيشربه دوت. هو شرب مخدرات؟ هو ده شيء مقدس عنده. المهم حصل بينهم نقاش، فهي بالليل استنجدت بيه انا وبابا ومامتها واختها، فروحنا. هي بسمة قالت يا ماما الوضع بيقول واحد اتنين تلاتة، ان الانسان دوت عامل معايا مشاكل عمال على بطال وانا عايزه ارتاح من المشاكل دي بقى فخدوني. راح حلف علينا بالطلقات وجايب السكينه وفتحها علينا ومسك في صدر عزه هبشه من هنا كده وضرب صوابعه في عين عزه كان هيطلع القرنتين كده على ايده. حصل وبهدل بنتي اخر بهدله. قالت يا ماما انا خلاص ما عدتش اقدر استحمل. انا عملت فيه ايه عزه؟ عزه انهارت عشان اختها لما لقيتهم بهدل. هي عملت في ايه؟ الدنيا ما فيش حق، ما عملتش، بتقول انا هاخد اختي ما دام انت موصل الاخت لحاله الانهيار اللي هي فيها دي، انا اختي كده هتموت عندك، احنا هناخد اختنا. فحلف علينا مليون طلاق ان ايه اللي هيلمسها واللي هيطلعها من بيتي انا هقطعه، وبالفعل جاب السكينه ومسك في اختها وبهدلنا اخر بهدله، وطردنا احنا وحجز العيال بامهم جوه في الشقه عنده ومش عايز يوم الواقع؟ لا ده عايز انا عايزه يوم الواقع اللي حصل ايه؟ حضرتك انا هحكي لك يوم الواقع بالظبط. لقينا اللي فتح الشباك دوت، حضرتك هوريك الشباك بس اللي حط حديد، هي نايمه بالتلات عيال في الاوضه دي. يوم ندخل الاوضه فتح الشباك ده عليها من بره، وفي انا عامله مصطبه كده زي على مطور من بره، فراح طالع وقال لها بسمه افتحي. فهي يعني قامت مفجوعه من هنا. هي كانت قاعده غضبانه عندك؟ كانت عندي غضبانه بقى. غضبانه كانت زعلانه في الوقت ده. ماما قالت للولا بره، فانا بصيت من طلعت على البتاع بتاع السرير دي وكلمته، فبقول له انت جاي ليه في الوقت ده؟ اطلبوا لي ابوك يا بسمه، ابوها في كفر الزيات في بيت تاني. قال لي في ايه يا ام بسمه؟ قلت له الولا جاي تهجم علينا في الوقت ده وانا لوحدي، انا وبنتي مش عارفه اعمل حاجه. لما انا قلت لابوها كده قلت له اطلب لي النجده واطلب لي المركز، راح راجع تاني قايل ايه؟ افتحوا انا عايز اتكلم معاكم. يعني هو دلوقتي جه عند الشباك ده؟ اول ما جه فتح الشباك راح هو قايل لها، قايل لمراته انا نايمه، انا مش داريه بكل ده، انا نايمه.
هي اللي قامت عيني على صوته وفجأتها فتحت الشباك عليه، وفي حديد طبعا فما عرفش يدخل. اه حضرتك بالظبط كده. فهو افتحي بسمة افتحي بسمة، راحت هي ايما مفجوعه وقالت لي نادت عليا انا، فانا صحيت من النوم. فانت كلمت ابوها يكلم المركز؟ اه، فانا جيت هنا وقلت له، بصيت له من الشراع ده قلت له انت جاي في الوقت ده تبلطج علينا ولا عايز ايه بالظبط؟ فبسمة بتطلب باباها، فادتني التليفون بقول لباباها هات لي النجده ولا هات لي المركز وتعالى. قال افتحوا الباب، وراحت طالعه بسمه فاتحه الباب ده. راحت بسمه هو مجرد ما قال افتحي افتحي يا بسمه انا جاي اتكلم معاكم، ده انا جاي عشان خاطر عيالي. راحت يعني بكل ايه غول، كانت غلبان، راحت فاتحه الباب وفاتحه له البوابه، راح قعدت هنا قعد على الكرسي ده، وهي قعدت هنا. لقيت السكينه حضرتك طالعه منين، فبتقول له ايه ده يا طلعت، هي الحياه هتبقى بينا كده، انت جايب سكين ليا انا واولادي؟ والله يا ابر الاهرام هي ما قالت زيد عن كده. طب سيبني اربي عيالي، انا مش عايزه منك اي حاجه، سيبني اربي عيالي يا طلعت. راح حضرتك هو قايم على حاله وطلع السكينه وجه ايه موقعها هنا كده. فين بقى؟ انا واقفه انا والعيال، العيال صحوا بقى. انت واقفه جنبها وهي وهو بالسكينه؟ هو ماسك السكينه. ما صوتوش؟ هي اللي شافت السكينه الاول. ما صوتوش ولا اي حاجه؟ صوتنا وصرخنا صويت، لو احنا في جبلايه كان الناس سمعتنا. بس هو جاي وهو مختار الوقت يا استاذ ريهام اللي العيال كلها نايمه فيه. الساعه كام بقى؟ الساعه 4 يعني قبل صلاه الفجر بربع ساعه. اه الناس كلها نايمه. كل الناس نايمه، اللي انا بصوت انا والعيال وبنشد فيه، هو ما كانش بني ادم وقتها، هو كان غول. كان طالع منه غول، ما كانش بني ادم، كان شيطان. شاري مخدرات؟ كان شيطان يا استاذ. وبعدين انقض على بنتي وقعها الاول. وانت والعيال واقفين؟ ما وقع بنتي انا بشده. راح مدور الطعن هنا يا حضرتك يا استاذ ريهام، طعنات كتير. فين؟ في رقبتها. كله في رقبتها. وفي المخزه في ظهرها، احنا كل في الوقت ده عمالين نصرخ وبنشد بعزم ما بينا فيه. هو بيضرب فيها؟ راح معورنا حضرتك بالسكينه هنا. والعيال واقفه؟ والعيال واقفه. وقال لي انا هخلص عليكم انتوا كمان، انا هقتلك انت كمان انت والعيال. ما حدش فتح الباب جري يصوت او اي حاجه؟ ما احنا كلنا واقفين حضرتك مصدومين من اللي حصل للبت، البت خلاص وقعت. واحنا بنصوت عليها انا والبنات والولا ابن بنت صغير دوت، مفيش حد. وعمال اصرخ باذن ما بيا مفيش حد. العيال في ابن بنتك بس ولا كلهم؟ ابن بنت والثلاث بنات، العيال شافوا كل حاجه يا استاذه ريهام. هي عندها ثلاث بنات؟ هي عندها ثلاث بنات حضرتك اللي كانوا موجودين دول. اصغرهم 4 سنين. يعني ده ابن عزه ودول الثلاث بنات بتوعها. والثلاث بنات بتوعها، وعزه في الوقت دوت كانت طالعه تشتغل لان احنا كنا طالعين من العيد ومفيش معانا اي مصاريف. وعزه عندها جوزها فين؟ جوزها متوفي حضرتك، ده اسمه فؤاد، فؤاد رفعتي. ده توفي، يعني انت عندك ارمله؟ عندي ارمله، كنت انا دابها هنا بربي الثلاث اللي بربي الولد مع امه. وجات لي بقى بسمه غضبانه بالثلاث. وباباك إيه؟ وابوها ايه، متجوز واحد تاني ولا ايه؟ باباها لا مش متجوز ولا حاجه، بس هو في البيت التاني. طبعا هي قاعده هنا معظم وقتها لان هي اتجوزت هنا وعاشت في البيت ده وارتاحت في البيت ده. فانا معظم وقتنا احنا قاعدين هنا. انت قاعده عندها يعني ده بيتها؟ انا قاعده مع بنتي. انا قاعده بنتي اللي متجوزه وارمله. ففي الاسبوع اللي جت فيه بسمه حصل كل اللي حصل يعني. بعد ما نقلتوها مستشفى ولا توفت؟ انا بقى صوتت، ما فيش، مش لاقي حد، انا جيراني نفسهم بازمه ما بيا كده عماله بصوت الحقوني الحقوني في ايه، قلت لهم بنتي ماتت، هم مش مصدقين، وانا عماله اصرخ بازمه ما بيا قلت لهم بنتي ماتت. طلعت بره بقى؟ طلعت بره بقى. هو اصلا بعد ما خلص عليها قال انا موتها لك اهو، انا موتها لك خلاص، انا قتلتها لك خلاص. وطلع يجري. معرفش بقى كان جايب دود وكان جايب موتوسيكل، معرفش التحقيق بقى احنا عرفنا. معرفش ما شفتش. وقبضوا عليه؟ استاذ احمد باشا الله يبارك له. احمد بشيح. قلت له يا باشا انت لو شفت منظر بنتي وشفت منظر عيالها انت هتزعل على منظر جد. يعني هي اتنقلت المستشفى ولا توفت في ساعتها؟ توفت وقتي. هو بعد الطعن ده يا استاذه بنتي راحت جايبه من بقها دم ومن مناخيرها دم وقت اللي هو نزل على المكتبه دوت. ما حاولتش تضربه وتزقه اي حاجه؟ مفيش يا استاذه ريهام، اللي هو يعني هو بعد الكلمتين دول طب سيبنا ربي ولادي، مفيش، ما لحقتش هي تتكلم، راح هو مؤاخذة بارك وقعها كده وبارك فوق منها والطعنات بقى اشتغل بيها، وانا عماله اشد فيه وانا طبعا بقول انا وعادي بعد ما عمل كده ما زعلش ما عملش اي حاجه مش هيرب. بقول لك قال لي بالنص كده يا استاذه ريهام انا قتلتها لك انا موتها لك خلاص، قال لي كده مش هتطلع من بالي اصلا الموضوع دوت، بس هو بيجري بقى
يعني الكلام ده بيقوله لي وانا بصوت وهو بيجري من على المنزل اللي حضرتك نزلت عليه ده. فانا بقى بنتي ماتت، انا شفتها انها ماتت خلاص، بنتي روح ما بتنطقش. فرحت بقى اصرخ عشان حد ينجدني، حتى لو انا عايزه حد من الناس طلعت بره كده، بس هي الحته مع هي الحته مقطوعه. هو بقى لما خلص عليها انا بصوت وطلعت، فهو طلع كده راح عامل لي بالسكينه كده، قال لي خلاص موتها لي، كان موتها لي خلاص من بره. هو طلع كده على المنزل ده عند العمود اللي هناك ده بالظبط، بس هو مش قايل عمود زي ده كده، بس كان قايل. خبطت على جاري دوت وخبطت على جارتي دي، قلت لهم هي هو مكان هو فعلا ضامن ان ما حدش ضامن، يعني مفيش حد جاي هنا، مفيش حد جنبكم يعني ده في بيت جنبها هنا بس بعيد. البيت ده حضرتك يا استاذ ريهام، وطلع كده في المكان اللي هناك ده بالظبط، قال انا قتلتها لك خلاص، انا قتلتها لك خلاص. جت الناس بقى يا استاذ ريهام، في ايه في ايه، كله جاي مصدوم. قلت لهم بنتي ميته جوه بالفعل، كله دخل يعني البيت اللي جنبك ده ما سمعكش وانتوا بتصرخوا مثلا؟ انا لقيتهم كلهم قايمين منهم، يعني هم كلك وقتها كانوا كلك قايمين منهم، كله صاحي منهم. هو عمل كده بسرعه ما لحقش يعني؟ مفيش، انت مجرد اللي هو بتغمضي ده يا استاذ ريهام فتح عينك، كان مخلص على بنتي. ليه مكمله مع واحد بيشرب مخدرات؟ انا مش مبسوطه يا استاذه ريهام، انا كل الوقت بقول لها اتطلقي وخلصي منه، ما دام انت مش مرتاحه. كانت بتحبه بقى؟ هي كانت بتحب عيالها، بتحب عيالها جدا. هي بتحب عيالها اكتر حد. فاللي هي عزاهم يعني ومطربين ما بينهم وبينه. يعني هي لما اتفتحت لي ما كانتش خايفه منه خالص، ما كانتش متخيله انه يعمل. لا ما كانش بالها خالص، لو هي كانت متوقعه ان هو يقتلها ما كانتش فتحت. هي يعني يا غلبانه. هي إنسانة طيبة جدا، اسألي على بسمة أي حد، اسألي بسمة عليها أي حد هيقول لك بسمة دي كانت قلبها كبيرة قد إيه وجدعة قد إيه وشاطرة قد إيه، إنسانة بجد. والتلات بنات عملوا إيه بعديها؟ التلات بنات انهاروا. انهاروا يا أستاذة ريهام. تعالي ولما الحكومة جت حضرتك قالوا اللي حصل بالظبط. يعني قالوا الحكومة طبعا سألوهم زي ما سألوني. الكل عيط عشان عيالها دول، كل الناس كانت بتعيط عشان العيال. لا عيالك انت قالوا لك ايه بعديها؟ يعني المنظر ده لما حصل قدامهم منهارين طبعا. انت وقت الحاسه دي كان العيال دي منهاره جدا جدا. سالوك طبعا على امهم فين وكده؟ طبعا بعد الاربع سنين دي كل شويه تقول لي ماما فين؟ هاتيهم جوه كده. ماما فين؟ هاتي التلات بنات دول. قولي بقى ايه اللي حصل؟ دي هو خبط علينا على الشباك وزقوا برجلي، وبعدين فتحوا وبيقول لهم افتحوا لي مش هعمل لكم حاجة. ماما فتحت له وهو قاعد يتخانق معاها، وهي كانت قاعدة على طرف السرير. هو زقها وقاعد يضرب فيها طعنة. كنا بنعمل ايه وقتها؟ كنا نايمين وهو صحانا وقعدنا نشده فيه ونصرخ كلنا بأذن نبيل ويهز لنا السكينة. مفيش أي حاجة ساعتها؟ مفيش. هو قبل كده، قبل بقى الحكاية دي، بابا كان وحش ولا كويس؟ كان وحش. كان بيعمل إيه؟ كان بيعمل ماما زي كأنها واحدة بتاعت شوارع، وهي كانت بتطلع تشتغل واشتغلت خدمات واشتغلت في شركة البرتقال. بيعملها دايما وحش يعني؟ ايوه، يقولها انت بتصرف عليا، انت بتصرفش عليا ولا عملت اي حاجه. وكان بيعاملكم انتوا ازاي؟ كان بيعاملنا زي اي اب بيعامل ولاده. يعني كان بيحبكم قصدي؟ ايوه. يعني كان بيعامل ماما وحش لكن كان بيعاملكم انتوا كويس؟ ايوه. وقال لبابا ما تعملش ماما وحش عشان ما تطبش سكت. ماشي. بيقول لك ايه؟ بالسكوتي. بيحب مين اكتر واحد فيكم؟ بحب انا الثلاثة. Thank you.
الرجاله بيبقى عندها حاجه غير مفهومه ان هما مش عايزين يطلقوا. يعني لا 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 لا، تقعد كده تقعد كده وابقى اروح لها وابعت لها مصروفها وبتاع، بس تقعد تقعد يا عم تربي العيال، هتروح تتجوز لنا واحد وتجيبوا العيال وبتاع، تقعد بس تقعد كده. طب طلق يا عم عشان ما الحياه مستحيله. لا 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 لا، ما عندناش طلاق، احنا عيله ما فيهاش طلاق. يعني ايه احنا عيله ما فيهاش طلاق؟ يعني ايه المصطلح بتاع احنا عيله ما فيهاش طلاق دي؟ لا 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 لا، تروح قدامها المحاكم، قدامها المش ليه؟ ليه؟ ليه عايزين توصلوا كل حاجه لكده؟ يعني انت دلوقتي كنت مثلا عايز تحافظ على البيت ده عشان العيال، طب فين حضرتك دلوقتي؟ اين انت؟ فين؟ الناس دي معقوله تكون بتبقى في وعيها؟ يعني هل الناس دي بتبقى في وعيها ان واحد داخل بيت يعلم ان اطفاله، اطفاله مش اطفال يعني مش حرامي بيهجم على بيت، لا اطفاله هو شخصيا جوه، فداخل بيطعن مراته بدون مقدمات؟ حد يفهمني ده ايه؟ لا يمكن، لا يمكن تقولوا لي ان مفيش مخدرات، لا يمكن. وهو دلوقتي بقى في كده موضه جديده اللي هو خد الحبايه دي، بس ده مش مخدر، ده حبايه كده، ده مش عارفه ايه، وكلها بتبقى مصايب. دلوقتي بقت بيعملوا حاجات على بعض ويطحنوا حاجات على بعض ويجيبوا ادويه، يعني ادويه من الصيدليه، حاجه بتاعت شلل الرعاش، حاجه بتاعت مش عارفه ايه، حاجه بتاعت ايه، ويعملوها على بعض. يعني مش لازم مخدرات تدخل، لا، ده هي الدنيا ضاقت قوي وبقى في امن وامان جامد قوي، فما بقاش في مخدرات بتدخل، فاضطروا الناس بتوع اللي عايزين يدمروا الدنيا كلها ان هم يختلقوا حاجات اللي هي بتسموها كيمياء وحاجات كده، ولا ايه؟ هل لو مفيش مخدرات ممكن يصل الكراهيه بين واحد ومراته لهذا؟ طب اقول لكم حاجه، احنا هنروح لفاصل وهرجع لكم بحاجه والله ما هتصدقوها. تعالوا نروح لفاصل ونرجع. لما بقول لكم ان مفيش حد بينفصل وبيبقى صديق للتاني، وبتبقى الست وهي لوحدها برضو أعصابها تعبانة جدا، تعالوا نسمع الفويس ده مع بعض كده. ابعتي بابا انا على خطي، كان ابعتي يا بيت بابا انا على خطي، ابعتي بابا انا على خطي، كان ابعتي يا بيت بابا انا على خطي، ابعتي بابا انا على خطي، كان ابعتي يا بيت بابا انا على خطي، معايا. الفويس ده بينتهي بصوت بس انا طبعا يعني مش عايزه ازيعه، بيتقال تعالى خدها بدل ما اقتلها لك، تعالى خدها بدل ما اقتلها لك. انا سمعت الفويس ده كتير قوي، قعدت اقول دي ام بتتكلم عن بنتها ليه، جوزها ولا لطليقها؟ يعني جوزها ولا طليقها؟ هو طليقها. طيب تعالى خدها بدل ما اقتلها لك. طب نشوف الفيديو، علاقه الـ 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 البنت بابوها عامله ازاي. في ينفح بابا هقولك على حاجه؟ ينفع تقول على حاجة؟ قول. أيوة بس هتضحك، بابا هتزعل مني بقى. لا مش هزعل، قول. ينفع أخد تليفونك؟ ينفع أخد تليفونك وأنت مش هزعل، وبابا هيزعل مني. قول. ينفع تاخد تليفوني وأنا أزعل منك؟ أنت تاخدي وأنت نايم بقى أشيل وستاني وأخد. أنت تاخدي عمري كله، تليفون وصاحب التليفون وقلب التليفون كله. طب اتفضل تعالي هنا بس نشوف. اتفضل حاضر. ايه ده الحاجة التانية؟ ايوه.
ساعات كتير ناس هتقولي الام بتبقى مضغوطة ساعات وبتبقى في حالة مش طبيعية وحالة هستيرية من الضغوط اللي عليها، بس هل ممكن اوصل ابني او بنتي ان هما معلش نسمع الصوت تاني يبقوا بيستغيثوا بهذا الشكل من امهم؟ معلش نركز في الجملة، هذه الطفلة تستغيث من امها. ابعتي بابا انا على خطي. كلي ابعتي يا بنت. بابا انا على خطي يا ماما. ابعتي بابا انا على خطي. كلي ابعتي يا بنت. بابا انا على خطي يا ماما. طب انا احنا معانا الاب على التليفون. استاذ محمود. استاذ محمود مساء الخير يا فندم. اهلا بيك. اهلا بحضرتك استاذ. قول لنا ايه يا استاذ محمود اللي ممكن يوصل بنت انها تستغيث بالشكل ده؟ انا نفسي مش عارف، هي رنت عليا ولقيتها بعتلي المسج دوت. طب اني خد بنتك يا ست اديني بنتي، بتكلمها وارن عليها واقول لها في ناس يعني ممكن تبعتها لي، في حد ممكن يعدي ياخدها من اهلي، كل الحاجات دي ما بتردش. وكم مره تعمل معايا اللقطه دي وانزل اخدها ما بتردش. يا حضرتك وصل لك فويس نوت عن طريق الواتساب دي يعني، ولا ده كان مكالمه ولا كان ايه؟ لا ده واتساب يا فندم، ده واتساب. عامل سكرين فيديو الواتساب ده، هي بعتها، ده هي قصدها توصلني ده. بتقول لك تعالى خدها بدل ما اقتلها لك، وراحت مختفيه. مظبوط، وبرن عليها من بعدها وبكلمها مش راضيه ترد عليا، مش راضيه ترد. طب ما رحتش ليه؟ طيب ما هو انا هروح، انا مبدئيا ما عرفتش مكانها ساكنه فين، واخواتها ما بيردوش عليا ورافعين ايديهم منها، تمام؟ وهنزل القاهره عشان اكلمها زي ما حصل قبل كده، مش هتديني البنت. هو حضرتك فين وهي في القاهره؟ انا عايش في الغردقه في البحر الاحمر. ومطلق من قد ايه؟ انا من تقريبا من سنتين، من 2022. وبنتك يعني بالعمر ده دلوقتي ولا كبرت سنتين؟ لا كبرت سنتين اكيد. هي عن الفيديو اللي معاكي ده دلوقتي، كانت معايا السنه اللي فاتت زي اليومين دول كده من سنه. يعني معلش فول سكرين، يعني انت ما شفتهاش بقالك قد ايه؟ بقالي سنه يا فندم. بقالك سنه ما شفتش بنتك؟ بقالي سنه من ساعه ما نزلتها لهم القاهره السنه اللي فاتت بعد العيد الصغير، ما شفتهاش لحد دلوقتي. وكنت في القاهره قريب يا بنت اديني البنت، انا نازل اخلص ورقي اخدها معايا البلد تحت تقعد شويه، واتحججت وعلى نفس الوضع وما اديتهاليش. طب انتوا لما اتطلقتوا وفي خلاف كبير يعني ولا؟ ما فيش، هو احنا مش مرتاحين مع بعض وخلافات كتير. انا قلت لها انا افضل ان انا بنتي تتربى ما بيني وما بينك، غير ان هي تطلع في اسره فيها عنف اسري وتتعرض لمشاكل بعد كده مش هعرف اعالجها منها. فانا فضلت ان انا انفصل عنها وكل واحد فينا يروح لحاله. حضرتك بتشتغل ايه في الغردقه؟ انا اصلا شغال في التصوير العقاري. طيب تمام. وهي بتشتغل؟ ما اعرفش تفاصيل عنها، بس هي اكيد بتشتغل يعني. انا ما اعرفش تفاصيل، انا بتعامل مع بنتي ببعت لها مصاريف. انا قصدي حضرتك بتبعت لها مصاريف ازاي وانت ما بتشوفهاش بقالك سنه يعني؟ لا دي مالهاش دعوه بدي، هي بتكلمني بابا انا عايزه حاجات، ببعت لها المصاريف بتاعتها فودافون كاش. لا انا قصدي انت ما بتشوفهاش عشان هي منعاك ولا عشان حضرتك في الغردقه؟ هو انا عشان في الغردقه وعشان انا مش منعاني بالصفه، بس هي مش بتديني البنت ولازم اروح عندهم، وقصة طويله عريضه كده. بس قعدت سنه ما تشوفش بنتك وعادي؟ طب ما انا بكلمها باستمرار وهي ما بتديهاليش يا مدام ريان. يعني انا بنزل، انا كنت قريب في القاهره قلت لها اديها لي، قالت لي طيب وبحجيجه وما ردتش عليا. ما هي برضه بتضغط عليا بالبنت يعني، هي برضه بتضغط عليا. هي بتضغط عليك عايزه ايه؟ بتضغط عليك عايزه ايه؟ ما برضه من فتره صغيره كلمت اخواتي واتخانقت معاهم، هي مش عارف هي عايزه ترجع، بس هي حتى لو عايزه ترجع عايز مش ترجع. بس ما حياتك تزوجت من اخرى ولا؟ لا انا مش متجوز حاليا، اتجوزتش. وهي انا عايز بنتي اربيها، وانا كده كده هقدم لها مدرسه هنا ومتفقين ان انا هاخدها هقدم لها مدرستها هنا. هي بنت وحيده صح؟ هي مكه بس. وهي بعد الفويس نوت ده اختفت؟ لا هي ما بتردش عليا، تمام؟ قعدت، لا هي بعد المسج ده لما انا قعدت اكلمها قعدت تشتم فيا وخلاص، تمام؟ وما بتردش بقى عليا من بعدها تاني. وامبارح طول الليل بكلمها تليفونها مقفول، وحتى رفعت السوري على الواتساب يا جماعه عشان انا مش عارف انزل القاهره دلوقتي. لو حد جه من القاهره يكلمني، كلموني ناس صحابي جايين يا بنتي في ناس جايه، بعت لهم مسجات يعني بنت من الناس اللي اعرفهم وناس ثانيه شغاله ممكن حد يجيبها لحد الغردقه هنا، تمام؟ ما ردتش.
طب انت بتديني بنتي ولا انت بتضغطي اعصابه خلاص؟ وانا مش فاهم هي حاجه تتعب الاعصاب بصراحه. هي مش طبيعيه، ده انا واثق في حاجه غلط. انا بشكرك جدا. هو بصوا يا جماعه، عشان بس الواحد يقول، هو دلوقتي طبعا بيحاول يوصل لبنته، فاكيد حضرتك اكيد انتوا شفتوا الاب، فاكيد عارفين مين كانت مراته، فلو تعرفوا توصلوا لها او حد يكلمها يقول لها ان الاب بيحاول يوصل لبنته، ومعاه فويس نوت مش لطيفه بتقول ان بتقول تعالى خد بنتك بدل ما اقتلها لك. فيا ريت تقولوا للام انها تكلم الاب، دي حاجه. الحاجه الثانيه، سنه 12 شهر الاب ما شافش بنته، حد يحكي لي كده البنت دي حاسه بايه؟ يعني بعد الفيديو اللي شفناه ده وهما بيلعبوا مع بعض، وخدي التليفون وخدي عينيا وخدي مش عارفه ايه، من الحاجات اللي الطلاق بيعملها الجفا، ان انت لما بتبعد عن ولادك وما بتعيش معاهم بيحصل جفاء. ما حدش يقول لي لا، ده ضنايا، ده بيحصل جفا. يعني البعيد عن العين بعيد عن القلب دي فعلا حقيقيه، وانا شخصيا جربتها لما ولادي سافروا يتعلموا بره مصر، كنت انا شخصيا اللي هو قلبي ضعيف جدا بقعد 3 ايام ما اكلمش ولادي لاني مش شايفاهم، مش موجودين قدامي. ارجو ان احنا نتواصل مع ام البنت ونطمن على البنت. تعالوا نسمع صوتها مره اخيره. ابعتي بابا انا على خطي. كلي ابعتي يا بنت بابا انا على خطي. ابعتي بابا انا على خطي. كلي ابعتي يا بنت بابا انا على خطي. ابعتي بابا انا على خطي. قضاء ربنا، اقسم بالله انا راضي بقضاء ربنا، الحمد لله يا رب، والله العظيم انا راضي بقضاء ربنا. ادعولي ان انا اخرج منها بالسلامه، بس والله العظيم مش عايز اكتر من كده. يعرفوا شيكا طلع عنده ايه.
للاسف شيكا هيخش عمليه تاني، وللاسف طلع كلام الراجل اللي كلمنا اخر مره كلام حقيقي، وان هو هياخد كام جلسه كيماوي قبل عمليه الجراحه، وان هيتم نقل فتحه الشرج في جنبه لحد ما يخف. انا مش عايزه حاجه من حد، بس انا كنت طالعه اقول الكلمتين دول عشان الناس اللي بتشكك بتقول ابراهيم شيكا بيمثل، وابراهيم شيكا مش عارفه ايه، وكل يوم بحوار وكل يوم بترند. يعني يا ريت تسيبه في حاله، واحد عنده 27 سنه عنده سرطان بياخد كيماوي، وكمان هيعمل عمليه تاني اكتر من ثلاث عمليات اللي عملهم قبل كده. ادعولكم من كتر ربنا يشفي. ادعولي ادعولي، هي فتره صعبه وهتعدي، انا عارف اني بدعواتكم ووقفتكم جنبي هتعدي يا رب، مانيش غيرك. انا كل اللي طالبه منكم دلوقتي الدعاء. ادعولي، داخل اخد عينه ثانيه دلوقتي واحللها. ادعولي ان ربنا يعدي على خير والعينه تطلع حميده بعد الاشعه والكيمياء اللي انا خدته، مش محتاج غير كده بس. ربنا يعدي على خير. ومبسوطه انك جيت لنا برغم انك تعبان. شرف ليا. بس ربنا يخليك، شرف لينا. قولي بقى ايه الحكايه من الاول؟ بص حضرتك، انا تعبان من شهر 10 اللي فات. كان جاي لي زي امساك عادي جدا، فحاولت اخد ملاينات او الحاجات العاديه. انا اعرف ناس بيك اكتر. انا ابراهيم شيكا، لاعب من ناشئين نادي الزمالك، ولعبت في المقاولين وطلع الجيش، ورحت منتخب مصر للشباب مع الكابتن معتمد جمال. مواليد 97. فانا لما تعبت في البدايه خدت علاج عادي صيدلي، ما عملش حاجه، فروحت كشفت عند دكتور. طلب مني قال لي ناخد علاج لمده اسبوع ونشوف ايه النتيجه بتاعته. خدت العلاج ما فيش نتيجه، قال لي احنا هنعمل عمليه. قلت له ايه هي؟ قال لي عندك زي شرخين وانقباض ومش عارفه ايه. قلت له مش شرخين في ايه؟ في فتحه الشرج. فقال لي هنحتاج نعمل عمليه. قلت له مش يعني هي دي المشكله؟ قال لي عمل العمليه وعدى اول اسبوع كنت بعمل حمام كويس جدا، ما فيش اي مشاكل. بعد كده دخلت في الشهر ونص في نزيف دايم، الم لازم اخد مسكن عشان اقدر انزل او اروح اي حته. احساس التبرز على طول موجود. كل ما اكلم الدكتور شيل العلاج ده حط ده شيل ده. فعلا صرفت كميه فلوس واستلفت واتدينت بسبب ال طبعا بطلت لعب. طبعا قاعد من النادي ما فيش اي حاجه، قاعد في البيت عايز اتعلم. طبعا النادي اللي انا كنت فيه عشان قعدت تخطيت الشهرين خلاص الدون الاستغناء بتاعي. كان نادي، لا كان نادي درجه ثانيه. يعني انت سبت الزمالك؟ كنت مشيت من الزمالك. خلاص اللي هو قعدت من النادي وخدت استغنيتي، عايز اتعالج، انا عايز اوصل ايه الحل. المهم في ناس كتير خلاص دخلت في الشهرين، وفي كل لما ادخل حمام في نزيف دايم. فالمهم قالوا لي لازم تروح تكشف عند دكتور كويس. رحت للدكتور في مدينه نصر، كشفت عنده. قال لي احكي لي الموضوع من اول، حكيت له القصه كلها. قال لي انا عايزك تطلع دلوقتي تعمل لي رنين على المستقيم. طلعت على المكان، عملت الرنين، استلمته بعدها ورحت له. قال لي في ورم في المستقيم. طب ايه الحل يا دكتور؟ قال لي لازم ناخد عينه منه ونعملها تحليل. رحنا دخلت، خد عينه من الورم ووديناها المعمل، طلعت خبيثه. رجعنا للدكتور. طبعا اول ما جبت عندك كام سنه؟ عندي 27 سنه. خدت النتيجه ورحت طبعا للدكتور، لقيته قال لي ده قضاء وقدر. والدكتور الاولاني الورم ده كان حميد، لما لعب فيه بالمشرط خلاه خبيث. طب الحل؟ قال لي المفروض كان يطلب منك رنين في الاول خالص من غير ما يعمل تدخل جراحي يشوف الورم. كلمت الدكتور، طب انت الورم ده يا دكتور؟ ما قال لي انا ما شفتوش. طب ازاي الدكاتره كلها بتقول لي لازم كان يعمل رنين والورم باين؟ اما قال لي اهو اللي حصل. بدات رحت طبعا مديون بفلوس بسبب الكشوفات والعلاج الفتره اللي فاتت. في ناس دفعت معايا مبالغ، خدت اشعه وكيماوي اللي هو الزيلوده واشعه 25 جلسه. الناس دي كانت وعداني ان هي هتكمل علاج معايا لحد اخر المرحله. اول ما خلصت ال 25 جلسه والمفروض ان بقعد شهر
بعد ما بخلص الجلسات بقعد شهر بعمل المسح الزر والرنين، بيطمنوا يشوفوا حجم الورم وصل لقد ايه، والمسح الزر عشان يشوفوا مثلا ايه المرض اتنقل من مكانه او في مكان اخر ولا لا. بكلم الناس دي بقول لها داخل على العمليه، انا عملت اللي عليا، والناس كلها شلت ايدها بلا استثناء، كله. وانت عملت ايه دلوقتي؟ انا المفروض النهارده عملت المسح الزري. برضو في ناس ساعدتني بفلوس عشان عامل 8500، والمفروض هستلمه من الاربع واوديه للجراح. الجراح هيشوفه هيقول لي ممكن في نفس اليوم يقول لي ادخل عمليات تاني. عمليات؟ ما هو ده هيستأصل الورم يا استاذه. ما هو الورم الاشعاع وال بتاع البرشام الموجه اللي انا باخده بيصغر الورم، بيحجم الورم. فمثلا لو كان مثلا 6 سم فممكن يخليه 4 ويستأصل الورم ده، وممكن يعملوا حاجه اسمها تحويل مسار. انت ايه اللي خلاك تسيب زميلك وتروح عليه؟ كان في مشكله مع مدرب والحوار كبر، فجم عليا فاضطريت ان انا اقول لهم همشي. وفي ناس يعني من المفروض ان ناس كتير عماله على الميديا بيقولوا لي ازاي النادي اللي انت كنت متربي فيه، انت حتى لو انت مش على قوه النادي المفروض النادي يساعدك. هو سبته امتى؟ لا من فتره. بعد 5 سنين عشان كنت لفيت رحت منتخب ورحت نوادي تانية. المفروض يعني بشكر سيادة المستشار مرتضى منصور ساعدني برضو في جزء من العلاج الأولاني، وكنت طالب منه إن هو يقف تاني يعني، بس أنا عملت اللي عليا. قلت أشكر، بس المفروض إن أنا هجيب المسح الزر يوم الأربعاء وأوديه للجراح في المستشفى المعادي، والمفروض إن هيحدد لي العملية بقى، ممكن يقول لي يومين ممكن يقول لي 3 مش عارف. طيب وانت دلوقتي اهلك مش بيقدروا يساعدوك؟ اهلي لا، ظروفهم على قدها خالص. انا طبعا متجوز ومخلف وقعدت شقه ايجار. متجوز ومخلف؟ عندي انس وكيان. ده بدري قوي بقى ده. انا متجوز عندي 22 سنه. فطبعا عندك مصاريف البيت. عندي مصاريف، ودلوقتي طبعا انا عشان انزل الشارع ممكن اخد حقنتين مسكن عشان اقدر اتمشى، يعني ما اعرفش اشتغل ولا اعمل اي حاجه حاليا دلوقتي. ومين اللي بيعالجك بقى؟ ما انا قلت لحضرتك ان في كذا حد ساعد. لا مين بيعالج الدكتور؟ حاليا رئيس القسم الدكتور عبد الحليم محمود رئيس قسم الاشعاع، انما الجراح والمفروض ان الجراح اللي هيعمل لي عمليه دكتور اسامه ابو غازيه. يعني انت دلوقتي محتاج مصاريف العمليه؟ المصروف العمليه انا لسه هعرف الرقم كام، بس بيقولوا الرقم كبير عشان طبعا المستشفى دي تكلفه عاليه عشان قوات مسلحه. انا مستغرب من الناس اللي وقفت معايا في نص العلاج، المفروض دولت عملوا معايا يعني فيديوهات وانا ترند، وكله بقى قال انا هقف جنبك وده هقف جنبك، وفي الاخر انا عملت اللي عليا. طب انت وعدني ان انت هتقف معايا، طب سبتني في وسط الطريق ليه؟ انت عايز حد يتكفل معاك بالعمليه ولا؟ اكيد انا عايز اخف، انا مش محتاج حاجه غير ان انا اخف وارجع اشتغل او ارجع العب كوره تاني واشيل بيتي. هو لسه الدكتور ما قررش اذا كان في عمليه او لا؟ لا في عمليه لازم، كده كده في عمليه. لا لو لا قدر الله لا ان هو اتنقل في حته تانيه مش هيدخل تدخل جراحي. لو اتنقل هيبقى في بتاع تاني، هيبقى في كيماوي تاني وفي حاجات تانيه، بس ان شاء الله بامر لك يا رب ما بقاش فيه ان شاء الله بامر الله. طيب انا اوعدك لو في عمليه احنا هنعملها باذن الله، احنا هنتكفل بيها كلها. الله يخليك يا زهره. وان شاء الله باذن الله يبقى في عمليه يا رب. وانا متاكده ان في ناس كتير من خلال البرنامج هتساعدك برضه وهتقف معاك. انا لو بطولي يعني ممكن الواحد ايه الدنيا شويه، انما احنا معانا صناع الخير وهي مؤسسه محترمه جدا وممكن تتكفل بالعلاج، وان شاء الله ناس تساعدك برضه. وعلى فكره اللي انت فيه ده ممكن يحصل لاي حد فينا، وارد يعني، ده مش معناه انك محتاج ولا ده معناه انك قليل ولا اي حاجه. انت راجل كنت متجه نحو النجوميه واراد الله سبحانه وتعالى ان يحصل ابتلاء الحمد لله، ان شاء الله يعني يرفعه عنك بسرعه جدا. انا راضي بقضاء ربنا. يعني انت ولادك عندهم قد ايه؟ انس 5 سنين وكيان 1.5 سنة، ما معايا بره كمان. والله طب ندخله؟ بس انت صغير قوي على بس كان حب وكده فاهمه حب وكده والله
فكان عطلك الجواز عن لا الصراحه انا مع هي بنت اصول الصراحه واقفه في ظهري ومستحمله اي لا ما عطلكش عن النجوميه قصدي انا الحمد لله تعرفي انا معروفه على اللعبه في الدوري الممتاز حضرتك لو كتبت عن ابراهيم شيك على اي سيرش كلمي دونت ايه ده كلم انت شبه بابا قوي ادي لها بوسه ايه ده انت عامل نسخ انت عامل نسخ منك ولا ايه اه سلم اهلا وسهلا روح اقعد مع بابا كده تعالى هنا جنبي قول لها عامله ايه طنط عامله ايه طنط الحمد لله انت ازاي ان شبه بابا كده اه انس حبيبي طلع ازاي بالظبط وهي مش عامله ازاي فلوسي وايه سبايدر مان الجامد ده بيحب سبايدر مان ايه وانتي لابسه ميكي ماوس ميني ماوس تعالي ازيك عامله ايه مبارك ايه الحمد لله انت بتعمل اديكوا صوره مع بعض كده شبهه قوي ازاي شبهه شبهنا ايوه انت بتحسي انهم شبهك انت اه ده هم كل الناس كلها لا هي شايفهم شبهنا لا شبهه بجد مش مشكله احنا احنا شكل بعض اصلا ناس فاكرين اخوات اصلا في الشارع اه بيحسبونا اخوات اه والله يعني انت بدون ذكر اسماء في ناس استضافوك كتير وقالوا ان هم وقالوا ان هم هيساعدوك وخليوا بيك بقول لك وصحفيين يجوا لي البيت كنت ترند بقول لك بقول لحضرتك كنت لكله ممكن يكون شايف ان المشوار طويل طب كنت تقول بقى يعني قول مثلا انا ممكن ايه هساعد معاك ما تقوليش انا معاك من اول الطريق لاخره عشان كده انا دلوقتي قلت لك هنعمل لك العمليه يعني انا لما بوعد بوفي ما اقدرش اقول انا هفضل ما اضمنش لكن يعني باذن الله هنحاول على قد ما نقدر ان احنا انت بقى عامله ايه في القصه دي لما سمعتي الحكايه دي طبعا احنا لما هو عمل العمليه الاولى وكده فالدكتور قال لازم نسحب عينه طبعا ولفينا اللفه دي فروحنا سحبنا العينه وكنا رايحين بقى اليوم ده بنستلم طبعا التحليل عايزه اقول لك ان انا اصلا ماشيه فانا قريت التحليل فاتصدمت فمش عارفه بقى انا اقول له ايه يعني فهمتي فيه اه طبعا فهمت فمش عارفه اقول له فقلت يمكن ممكن يكون في غلط او حاجه فاصبر لما اروح فاول ما دخلت على الدكتور فاول ما هو شاف اصلا التقرير قعد خدني على جنب قعد ابتدى يكلمني وقال لي احنا هندخله ونفهمه بقى فاول ما دخل طبعا وابتدى يشرح لنا اللي هيحصل ايه وكده قعد عرفني الموضوع مش سهل الموضوع خطير طبعا كنت بقى ايه اللي هو احنا مش قادرين انا هو بيعيط وانا بعيط فانا طلعت اول حاجه عملتها مسكت التليفون لما لقيته بقى بيكلمني في ارقام يعني مش هتقدر على قد امكانياتنا اصلا فمسكت الفيديو ورحت مصورت فيديو على السوشيال ميديا ورفعته من الاكونت بتاعه هو جاب تفاعل طبعا من الناس والناس دخلت في الموضوع وكله قاعد يقول لي هو ماله ومش عارفه ايه وقاعدين نتابع الحاله وبقى الناس كلها تسال في الكومنتات وفي اللايف او مفتاح لايف هو شيكا ماله والكلام ده وبعد الناس كلها قاعده مستنيه نتيجه التحليل عشان يعرفوا شيكا طلع عنده ايه للاسف شيكا هيخش عمليه تاني وللاسف طلع كلام الراجل اللي كلمنا اخر مره كلام حقيقي هو ان هو هياخد كام جلسه كيماوي قبل عمليه الجراحه وان هيتم نقل فتحه الشرج في جنبه لحد ما يخف انا مش عايزه حاجه من حد بس انا كنت طالعه اقول الكلمتين دول عشان الناس اللي بتشكك بتقول ابراهيم شيكا بيمثل وابراهيم شيكا مش عارفه ايه وكل يوم بحوار وكل يوم بترند يعني يا ريت تسيبوه في حاله واحد عنده 27 سنه عنده سرطان بياخد كيماوي وكمان هيعمل عمليه تاني اكتر من ثلاث عمليات اللي عملهم قبل كده بدوركم بنتات ربنا يشفي بس فضلنا بقى كده لحد ما روحنا لكذا مستشفى اصلا حكومه في الاول كنت بروح للدكتور انت بقى الخوف اللي كان عندك كنت بتفكري في ايه طبعا بفكر ان اولا تكلفه العمليه اغلى من ان احنا نتوقعه مش عارفه طبعا كل يوم تاخير في المرض ده ايه اللي هيحصل انت قاعده حاطه ايدك على قلبك ما تعرفيش هو ولادك اكيد برضه اه طبعا ولادي يعني كده كده اصلا انا وابراهيم يعتبر ما لناش حد غير بعض فاهمين فالموضوع انت بتتكلمي ان انت انا بقوله ايه جوزك بدري كده قال لي الحب بقى اه الحب طبعا وانا وهو يعتبر ما لناش حد غير بعض فعلا احنا بنسند بعض يعني اي تعب اي مشكله احنا مع بعض ما فيش حد يعني داعم تاني فالفكره ان طبعا بس انا حاسه انك قويه اه طبعا قويه لان احنا مرينا بحاجات مش هينفع نضعف فيها يعني دلوقتي احنا في حاجه لازم نقابلها بقوه مفيش ضعف فيها طب انت بتصرف منين دلوقتي حاليا يعني الميديا بطلع لايف على تيك توك انا عندي رقم كويس على تيك توك وفي ناس بتبعت لي هدايا وبتاع هو ده اللي يعتبر المصدر الاساسي دلوقتي بس في ناس يعني انا ليا زمايلي ما شاء الله بيلعبوا في اوروبا دلوقتي وحشتك الكوره طبعا جدا جدا انا نفسي انا بحلم
شقه. هو في النادي وهو عنده 6 سنين، ما بيعملش حاجه في حياته، ما بيعرفش يعمل اي حاجه في حياته غير الكوره، فاهمه؟ فهو عشان كده نفسيته متدمره. هو اصلا رمضان اللي فات ده عدى علينا اصلا صعب جدا، فاهمه؟ كان طبعا العيال بتعمل يعني دورات رمضانيه وكده، هو طبعا كل دوره رمضانيه دي كان بيبقى في النادي، فاهماني؟ بيلعب، فطبعا نفسيته كانت متاثره جدا. فخير يعني، وربنا اكيد شايل لنا خير ويجعل تعبه ده في ميزان حسناته. تفائلوا بالخير تجدوه. اكيد طبعا. ومفيش مستحيل، وممكن نلاقيك في الملعب قريب جدا. طبعا الحمد لله احنا ربنا كرمنا بالدكتور ده، كان كل الدكاتره حاجه كبيره على ربنا اصلا. تعالي كوكو. وبعدين انا حاسه ما ينفعش مراتك تبقى قويه كده وانت ضعيف، يعني الناس كلها هتقف معاك، ولا اعلاميين ولا صحفيين ولا اي حاجه، الناس كلها هتقف معاك وان شاء الله يبقوا معاك لغايه اخر المشوار باذن الله. احنا عندنا المصريين جدعان جدا على فكره، جدا يعني، وان شاء الله ما تشيلش هم حاجه. كلمنا بس قول لنا ايه نتيجه التحليل الاربع استلم باذن الله واعرف النتيجه، واتكلمنا على طول تقول لنا تكلفه العمليه باذن الله. باذن الله. ده كفايه ضحكتها دي هتوريكم الويل. بصي بصي عامله ازاي. بشكركم، بشكرك انك جيت لنا وشرف لينا، ومبسوطين قوي انك جيت، وانا اسفه اذا كنت منزلناك وانت تعبان. بالظبط بالظبط، مفيش حاجه مهمه اصلا في الدنيا خالص، انت اديتينا اللي احنا محتاجينه دلوقتي ان شاء الله. مفيش اي حاجه تستحق ان واحد يزعل ولا يعيط ولا اي حاجه. لا والله، بس هو فعلا الموضوع حاشني يعني انا مش عاجبني الموقف اللي انا فيه دلوقتي، ان انا في ناس ليا زمايلي اللي دلوقتي بيلعبوا في اوروبا، فعلا انا كنت واقف معاهم في حاجات كتير، وكنت مستنظر منهم حتى كلمه الف سلامه مش حاجه تانية. زي مين؟ لا مش هذكر اسامي، كل إن لو الناس شافت الحلقه عارفين مين كان اقرب حد ليا. دلوقتي ما شاء الله هو ثروه مصر الاول. و مين يعني؟ اقول اسمه؟ مصطفى محمد. بيلعب في نادي الفرنسي دلوقتي. ما تسالش عليك؟ خالص يعني، ولا تليفون ولا. انا كنت والله مش مستني منه جنيه، بس كنت مستني منك مكالمه الف سلامه او بس. ان شاء الله باذن الله كل حاجه تبقى كويسه، وده اختبار من الله سبحانه وتعالى. يعني نعدي يعني، هو احنا كلنا عندنا اختبارات، انا عن نفسي بفشل في كل اختباراتي. بس يعني ان شاء الله تبقى قوي. انت عملتي فيها ايه؟ ما هي اللي بصي ده، هي اللي عضاني والله. ما عملتش عدتها وعيطت. بص عيطتني والله. يا سلام. بص ليه بتحب ابراهيم قوي متعلقه بيه؟ بس خلاص انا اسف. ايه مين زعلك؟ ممثله قوي. انت ممثله خالص. بس اسكت. وهي اللي عضتها اصلا. ماما اللي عضتك ولا مين؟ ماما. هي ماما؟ طيب ماما معلش خلاص. هنضربها لك. هضربها؟ اهو. ايه جزمه؟ اديلها بوسه بقى. بس يا انس. ماما خلاص. ايه ده؟ طب خلاص خلاص. يوم الاربعاء هنستنى منك تليفون باذن الله، وان شاء الله يبقى خير. وان شاء الله انا بالنسبه لي خبر العمليه هيبقى خبر سعيد باذن الله، وما تشيلش هم حاجه ان شاء الله. شكرا. الله يبارك لك. انا بس الكلام اللي انا هقوله ده انا مضطرة اقوله. ليه؟ لان اولا انا وعدته ان انا هذيع اللقاء ده، وانا ما اقدرش اوعد واخلف، وقلت كمان في اللقاء ان لو هتعمل عملية احنا متكفلين بالعملية، لان علاج الكانسر علاج طويل وممكن يوصل ل100,000 جنيه في الشهر، وانا كبرنامج لا استطيع اني اتحمل ده، لان عموما المؤسسات الخيرية ما بتبقاش عايزة تعالج الكانسر لان طويل قوي، وفلوسه ممكن نعمل بيها
حالات كتير قوي. هتقولي امال يعني مريض الكانسر كده ما حدش يهتم بيه؟ لا، في مستشفيات، في 57 بتهتم بالاطفال، في معهد الاورام، في اماكن كتير قوي، زائد ان هو خاطب جهات كتير قوي. وبالرغم من هذا، طمنا عليه قبل ما نذيع الحلقه. الحلقه دي احنا مصورينها بقالنا شهر، وما كنتش عايزه اذاعها غير لما ناخد اجراء ان احنا فعلا نتكفل بيه. حصل حاجات في النص، يعني طلب منا حاجات، فاحنا كنا عايزين ورق قدامها، ما جاش الورق. لا برضو عملنا المساعده اللي نقدر عليها. وبعدين انا قلت له طيب انا هطلع في البرنامج واقول ان احنا هنتكفل بحالتك كلها، حتى بالكيماوي، حتى بكل حاجه. بعت لي روشتات وتحاليل عاملها بمبالغ كبيره، قلت له دي ايه؟ قال لي ده واحد صاحبي اللي مديني الفلوس. قلت له طيب انت مش محتاج ان صاحبك يدفع لك الفلوس، تعالى احنا هنتكفل بيك وبحالتك، تحب اعلن بكره ان احنا هنتكفل بحالتك؟ قال لي طيب اصل انا هسال نادي الزمالك هيساعدني ولا لا وهرد عليكي. قلت له طب خلي بالك ان الوقت عنصر مهم جدا ولازم ترد عليا. اختفى وما ردش عليا، وفوجئت انه عامل فيديو على التيك توك بيقول انا بيتي ولع او بيتي اتحرق. وزي ما احنا شايفين هو بيعمل فيديو وهو داخل عمليات، بيعمل فيديو وهو طالع من العمليات، بيعمل فيديو. ومش غلط خالص ان التيك توك يبقى مصدر رزق، لان هو قال ان ده مصدر رزقه. يمكن خاف ان احنا لما نطلع نقول ان احنا متكفلين بحالته محدش تاني يساعده وهو عنده مصاريف مثلا، الله اعلم. ولكن من جهتي انا، احنا عرضنا، هو اولا طلع مفيش عمليات دلوقتي، احنا عرضنا ان احنا نعمل اي عمليات لو في عمليات ونتكفل باي عمليات. وكنا طبعا يعني صناع الخير معانا، وقلت له ان المصريين كلهم جدعان جدا ومش هيسيبوك. هتقولي يعني ممكن يكون هو ما بيقبلش تبرعات؟ طب ما هي تيك توك، انا لما اطلع اقول واللي يرمي اسد واللي يرمي نجمه، وانا طبعا ما بفهمش في الحاجات دي. ولكن هناك كبار الفنانين وكبار الكتاب و تعالجوا على نفقه الدوله، وتعالجوا من خلال مؤسسات خيريه، وعمره ما كان حاجه مش كويسه يعني. ومش هتفرق نادي الزمالك ولا صناع الخير ولا، المهم ان هو يتعالج. ولكن المهم يعني نصيحه ليك، ما تخليش الفيديوهات تاخدك وتنسى انك تركز في مرضك. الصلاة وصلت؟ راح الفاصل ونرجع. الحقيقة بما اننا اتكلمنا عن الجواز في اول الحلقة، بتبقى حاجة جميلة قوي لما ربنا يرزق حد بأب وأم محترمين، لأن ساعات كتير قوي من الحاجات اللي بتخرب العيشة هي الحما أو الأب والأم يعني، وطبعا الحما أكتر، أو تدخل الأهل. وساعات في حاجات بتنجح وبتكمل بفضل الأهل أو بفضل حكمة الأهل أو بفضل نصيحة الأهل، وده بيبقى رزق الحقيقة، إن الواحد يبقى محظوظ إن ربنا يجيب له أب وأم ينصحوه ويحطوه على الطريق الصح، بدل ما يضللوه ويخلوه ياخد قرارات غلط. تعالوا نشوف الكلمات اللي جاية دي من دكتور ماهر صموئيل في يوم جواز ابنه. جو، هفتكر لك موقف من 28 سنة وموقف من 20 سنة وموقف من 10 سنين، وأبدأ بالأخير. من 10 سنين جيت صحتني
الساعة 12 بالليل وده بالنسبة لي نص الليل. قال لي بابا قوم. قمت منزعج، قلت لي اقعد، قعدت وانا مش فاهم في ايه. حطيت نفسك في حضني وراسك على كتفي وقعدت تبكي وانا سبتك تبكي. وبعدين قلت لي خلاص وخدت بعضك ومشيت. وفهمت يوميها انك ما كنتش محتاج تتكلم لكن محتاج حضن وكتف. النهاردة انت بتسيبنا وهذا الامر قاسي علينا، بس هو الكتاب قال يترك الرجل اباه وامه ويلتصق بامرأته. الصبح وانا بدخل عليك الاوضة ولقيتك بتلم الشنط دخلت المكتب وبكيت. بس الحقيقة ما اقدرش انكر اني اتعزيت لانه اول مرة اشوف الاوضة مش متكركبة. ربنا معاك يا حبيبتي. يعني هيبقى قاسي علينا انك ما ترجعش بالليل، بس ده يمكن اللي يعزي فيه ان ماجدة الغلبانة مش هتقعد ملطوعة في الليفينج روم لغاية ما ترجع حضرتك بالليل. ربنا معاك يا حبيبتي. لكن اللي عايز اقوله لك هيفضل حضني وكتفي ليك لآخر يوم في حياتي. الموقف الثاني من 20 سنة، كنت في ابتدائي وزي ما رافي وصف كنت بتتفرج على الكرتون بانبهارك الرهيب الذي لا يضعف، مأخوذ فيما ترى. قعدت جنبك ما حسيتش بيا لأنك مأخوذ كالعادة لغاية دلوقتي. حطيت ايدي على كتفك حاولت ألفت انتباهك فقلت لك أنت ابني الحبيب، لكن لقيتك ما ردتش فقلت يظهر أنه مأخوذ قوي. فبصيت على وشك لقيت دمعة في عينك. بقولك مالك ضايقت ليه؟ أنا بقولك أنت ابني الحبيب. قلت لي كان نفسي تكملها، كنت عايزني أقولك الذي به سررت. أنا ما قلتهاش ساعتها لأنه كنت لسه بربي فيك، لكن النهاردة بقلب واثق وبضمير صالح أقول لك أنا مسرور بيك وأنا فخور بيك. فخور بأمانتك لربنا، فخور بإصرارك أنك ما تشتغلش طبيب أسنان وأنك تبحث عن الشيء اللي الرب عايزك تعيشه. فخور بيك لأنك ثبتت أمام التحديات اللي واجهتك في الجامعة وفي الجيش. فخور بيك من أجل إصرارك أنك ترتبط بجودي. فخور بيك. فخور بيك بنجاحك مع العيانين اللي بيجوا يشهدوا لي وبيقولوا لي قد أنت فارق معاهم لما اشتغلت كثيرابيست. وفخور بيك في عملك ونجاحك فيه، لكن أكتر الكل فخور بيك يعني قد إيه رزق لما يبقى عندك أب وأم بيرفعوا راسك بيدوك ثقة بيكبروك وفخورين بيك، عكس ممكن اهل تانيين يفضلوا يكسروا فيك ويفضلوا يقولوا لك انت فاشل وانت مش نافع وانت ويا ريتني ما خلفتك وكان يوم اسود وكان مش عارفه ايه قال له حاجتين يخلوه يروح حاسس انه
مسنود على جبل، قال له أنا هفضل سندك وكتفك طول العمر، وقال له أنا ما قلتلكش أنت ابني الحبيب وسررت بيك غير لما خلص تربيتك، فالنهاردة أنا بقولك أنا مسرور بيك وفخور بيك. من غير ما أعرف أي حاجة الولد ده اتربى كويس قوي، وأكيد هيعيش حياة كويسة قوي. بصوا كم التأثر ان احنا بنشوف ساعات دلوقتي أبهات قاسيين. وأنا ليه بجيب المثال ده؟ عشان جبت مثال وحش أول الحلقة، واحد بيضرب مراته وبيطعن وكده. لا، هي الدنيا مش كده، الدنيا فيها ناس كويسة، بس الرزق بقى حسب ما ربنا كاتب لك الـ 24 قراط بتوعك هيجوا فين؟ هيجوا في الفلوس ولا في الصحة ولا في الزواج ولا في الأب؟ بصوا بصوا، هو متأثر جدا وصوته محشرج بيقول له ايه. ورينا الجملة. دي بقى حركات الهواة. والله ما مش هقول غير كده، معلش ظبطوا الجملة غلط. فكرة ان يبقى حد عنده أب يروح يعيط في حضنه زي ما عمل وما يقولوش أي حاجة، ما قالوش مالك حتى ويمشي، وأبوه ياخده في حضنه ويسيبه يعيط ويقوله خلاص كده يا بابا. الحضن ده، في ناس احنا في الحياة في ناس ما عندهاش الحضن ده، ما عندهاش الحضن اللي تروح له وتعيط في حضنه. ناس كتير ما عندهاش للأسف الشديد. شوف، تعال نشوف مع بعض. لكن اللي عايز اقوله لك، هيفضل حضني وكتفي ليك لآخر يوم في حياتي. لكن اللي عايز اقوله لك، هيفضل حضني وكتفي ليك لاخر يوم في حياتي. بجد 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 ربنا يرزقني ويرزقكم ويرزق الجميع بناس حتى لو اهلهم مش اهلهم، حضن حضن يلاقوه يستخبوا فيه او يعيطوا فيه او يفضفضوا فيه بثقه ويتسندوا عليه بعد ربنا. مع ان ربنا والله كفايه، لكن يعني ربنا يرزق الجميع بده. في ناس كويسه وفي خير وفي ناس بتربي كويس وفي جوازات كويسه وبتعمر، بس اللي بيعرفه ربنا بس. روح لفاصل منك. موضوع السوشيال ميديا اللي كترت على يعني فيه الاعلانات ده خطير جدا. حتى التلفزيون، فكره ان الواحد يعلن عن حاجه وهو يبقى مقتنع بيها، او يعلن عنها فالناس تجربها فتقوله لا مش حلوه فيوقفها، او ان هو يبقى واخد فلوس عشان يقول انها حلوه. كل البلوجرز اللي موجودين على السوشيال ميديا ساعات بسال نفسي سؤال، طيب انت النهارده هو ندهك قال لك تعالى خد فلوس واعلن لي عن المطعم، فانت بتطلع تحط الاكل قدامك وتقول ده ما عجبنيش قوي، ده عجبني قوي، ده سعره كذا، ده مش عارفه ايه، ده ايه. طب انا اضمن منين ان انت بتقول بجد وانت واخد فلوس؟ طيب لو ما خدتش فلوس، هل ممكن تعمل فيديو تقول على مكان انه وحش عشان المكان يكلمك يقول لك تعالى مثلا خد فلوس وقول انه حلو؟ ولا الناس دي بتطلع ما بتاخدش فلوس خالص وبتاخد ربح من الصفحات وبتقول على الوحش وحش والحلو حلو؟ طب هل ينفع حد يقول على مطعم انه حلو وبعدين فجأة تلاقيه طلع قال ان هو وحش؟ طيب الى اي مدى الحاجات دي ممكن تدمر مشروع حد؟
او ممكن تدمر رزق حد، ان حد يطلع يعمل ريفيو يبقى عنده فولورز كتير قوي ويطلع يقول انا بطني وجعتني من فلان، او فلان ريحته زفره، او فلان طعمه وحش. الى اي مدى ممكن يبقى هذا التاثير؟ الضيف اللي معانا دلوقتي طلع عمل ريفيو على محل سمك مش مهم اسمه، اكيد انتوا عارفينه، وقال ان الحاجات مش قوي. طلعت المطعم ده عمل حمله مضاده، بقيت والله العظيم انا عرفت الموضوع ده من ان انا بقى ينزلي في كل حته، يعني الراجل صاحب المطعم بقى عايز يرد بقوه، فبيعمل فيديوهات هنا وفيديوهات هنا وفيديوهات هنا وفيديوهات هنا، فالواحد ما بقاش عارف. وابتدى بلوجرز تانيين يطلعوا يقولوا لك طب احنا عايزين نعرف بقى الفود بلوجر هو اللي صح ولا المطعم الصح. ليه بنعمل الحلقه دي؟ وطلبنا طبعا من الطرف التاني اللي هو المطعم يطلع معانا، رفض، قال انا في السعوديه، ولكن كنت اتمنى ان هو يرد. لكن معانا الفود بلوجر اللي قام بهذه الحمله وقامت الدنيا ما قعدتش. ليه بعمل الحلقه دي واهميتها ايه؟ الى اي مدى ممكن ريفيو صغير يطلع يدمر مشاريع كبيرة جدا فيها ناس بتشتغل كتيرة جدا، فتح بيوت كتيرة جدا، بتطلع رزق الناس كتيرة جدا من كلمة؟ وإلى أي مدى بتكون الكلمة دي أمينة؟ تعالوا نشوف مع بعض. باين إحنا جايين على غفلة وبنشتري الحاجة على غفلة، وهسيب لكم الرصيد دلوقتي. بص المنظر مش أحسن حاجة، بس خلينا نجرب ونسمي الله وندوق. بسم الله. دي منظر الكريمه بتاعتهم من جوه، الكريمه بتاعتهم مش احسن حاجه، في مشكله في الكريمه، فيرقوا الكريمه بتاعتهم افضل، بس كجلاش وكنافه طعمهم كويس جدا وطعمهم ممتاز جدا جدا جدا. ناخد قطعه مانجا. المانجا مجمده والله وجعت لي اسناني، فده بجد علامه استفهام. انا بقول لكم قولا واحدا، ما عليهاش ولا فستق ولا الكلام ده كله. انت تقدر تقول ده شبيه ال شبيه الشوكولاته، تقدر تقول شبيه اللوتس، تقدر تقول شبيه البيستاشيو. ما تضحكش على الناس بحاجة ملهاش لازمة، خد اللي انت عاوزه وانجح بيه، لكن تقول للناس دي حاجة وانت بتبيع حاجة تاني ده غلط. باين قوي اللي هو حاجة طبيعية جدا جدا، مش محتاجة الدقة الجامدة قوي دي. والشوكولاتة زي ما انا قلت لكم قبل كده، دي لا تصلح، يعني مش عايز اقول لا تصلح للاستخدام الادمي، فكلام كده عيب، يعني انت فاهم ازاي؟ ده مش صح، الشوكولاتة طعمها مش حلو خالص، وانا عندي علامة استفهام كبيرة، لان كمان حتى البرانيك اللي بيجيبوا عليها الحاجه في القلب العربيه زي ما انتم شايفين منظرها في العربيه دلوقتي وانا بتكلم، بقول لك منظرها عامل ازاي، دي برانيك درجه ثانيه، ما ينفعش اصلا تحط فيها الحاجه بتاعه الاكل، دي تتحط فيها اي حاجه اعزكم الله غير الاكل. ليه؟ لان ده يبوظ الاكل او يفسد الاكل. تجربه من اسوء التجارب. عفوا لما تيجي تطلبوا الاوردر هيقعد ساعه ونص من ساعه ونص لساعتين، والراجل زي ما انتم شفتوا بيقول لك الاوردر نزل قول ساعتين ثلاثة، فمش فارق معاهم يعني، الموضوع عادي يعني. بسم الله ما شاء الله. طيب دي قطعة البروست، بسم الله ما شاء الله، حاجة محترمة. الله، بص الشكل من جوه. ايوه تعالى كده بص، في زرق جوه هنا اهو، شايفينه يا جماعة؟ فدي حاجة مش مبشرة، في زي ما تكون اللحمة مهرية من جوه. طب ندوق بس يمكن الشكل بس. بسم الله. صراحة طعم زفارة، الشكل استغفر الله العظيم يا رب من جوه، يعني انا ما شفتش عظم بيبقى ازرق بالمنظر ده كده، بجد حاجة الفرخة بدمها زي ما انتم شايفين، منظر بجد يعني ما ينفعش يتاكل، ف بجد لا. وطبيعي طالما عند ملك الفسفور العجيب بهيج بهيج لازم تشرب الشوربة في السكوت، بجد جامدة. الله
صدق شوربة الجمبري جامدة قوي. اسألوا أهل الذكر إذا كنتم لا تعلمون. ده في شغلي بس انا ما بمش ما هو اهل الذكر كل شيء الحمد لله رب العالمين يعني كل شيء الحمد لله. انت دي شغلتك انت فاهم فيها. بالنسبه بقى للسبيت انا بحب معظم الاكلات البحريه، يا منها فاهيتا على الجريل يا منها مقليه. نيجي بقى ندوق الجمبري بتاعهم. بسم الله. مبدئيا دي مش فاهيتا، ده جمبري معمول كده على الجريل بحته زبده وبتاع، مش فايته خالص. زفر شويه، انا مش هقدر اكمل ده. زفاره باينه فيه قوي فما عجبنيش بصراحه. بسم الله. طيب مبدئيا ما انصحش بالمبكبكه، الزفاره باينه فيها قوي قوي بطريقه غير معتاده على بهيج. انا لسه كنت بقول كتر ضغط المحلات ما بيخليش في كنترول على المطبخ، فبجد المبكبكه الزفره والزفاره باينه فيها مع الفاهيته الرز الفاهيته. انا بس عايز اوجه السؤال للاستاذ الفاضل المحترم اللي عامل الفيديو او الريفيو. انا بقالي يومين الناس عماله تبعت في الفيديو بتاعه، الفيديو مسيء جدا، وعايز افهمك على حاجه ان حضرتك مش صح. لو انت نيتك خير وقاصد خير، مش قاصد ترفع الشو بتاعك ومشاهداتك ومشاهدينك ومتابعينك، انت تتصل بالمطعم فورا، هيرد عليك المطعم ويحل لك مشكلتك. لكن انت مش قصدك كده، انت قصدك التشهير صح. فكر كويس في الموضوع اللي انت بتعمله عشان ده خطا، وخد بالك اللي انت عامله ده بيسيء. خد بالك انت خطأ وحسبي الله ونعم الوكيل فيك. وخد بالك كمان ان احنا شغالين عليك، رافعين قضية تشهير بينا، ان شاء الله مش هسيب حقي لو اخر يوم في عمري. فهمت الكلام؟ انت عارف ان لو كان الطرف التاني ما كانش رد عليك بكم الفيديوهات ده وبكم البي ار والاعلانات دي، يمكن كلمتك ما كانتش اتسمعت قوي. يعني قصدي اقول ان رأيك كان ممكن يعدي لو هو ما كانش استفز قوي 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 ورد بكمل. حصل كامبين اعلانات للمطعم لدرجه ان انا قلت لهم انا عايزه نمره الشركه اللي عملت له الكامبين ده. يعني انت طلعت قلت كلمتين بعد 3 ايام السوشيال ميديا كله بقى اعلانات للمطعم ده. هقول لحضرتك على حاجه، هو الموضوع ملوش علاقه بكده خالص، هو الموضوع جه بالصدفه خالص. انا بعمل ريفيو زي اي ريفيو عادي، كتير طلعت انتقدت مطاعم كتير، قلت شات المطاعم، موضوع ملوش علاقه بخالص مين صاحب البراند او ايه هو البراند اصلا. المفروض لو في حته بس رزانه شويه، او اي حد صاحب مطعم شاف اي حد بينتقده كلام سليم، بدل ما اطلع ابقى عنيف معاه اطلع الطف الجو. لطف ازاي بقى وانت ضريته في اكل عيشه؟ انا ما ضريتوش في اكل عيشه. كلام سليم، زي ما في ثواب في عقاب. لا يعني انا ماليش علاقه بثواب العقاب. يعني لما تقول اكله زفر اكيد انا مش هروح اكل عنده. هقول لحضرتك على حاجه، المطلوب مني اللي انا لو مش معاك ابقى ضدك. هو المطلوب كده؟ لا انا بس دايما اقول في الفود بلوجرز، يعني يا تطلع تقول حلو يا ما تطلعش، لان انت بتخرب بيت. يعني ملوش خالص، قالوا ملوش علاقه. صلاح حضرتك يا بني، مين اللي حط ثمن الايس؟ ثمن الاوردر مين اللي حطه؟ انا ولا المطعم؟ المطعم صح كده. طيب مين اللي حط؟ لا الثمن ده سر ما مش بتكلم على مش بتكلم على الثمن، ما بتكلمش على الثمن. المفروض المطعم ده مش حد في البيت رايح يعمل اكله وخلصها، او اقول لك استنى 5 دقايق اخلصها والكلام ده كله واديها لك، طلعت حلوه طلعت وحشه والكلام ده كله، صح كده؟ المفروض المطعم شغال كارثي، شغال شغل احترافي، يعني الناس دي شغاله باحترافيه مش شغاله من شغل هواه، صح كده؟ المفروض انا رايح المطعم انا كعميل، انا سيبك من انا فود بلوجر او اي حاجه خالص، انا بني ادم عادي جدا رايح اكل في مطعم، اقل حقي انا دفعت ثمن اكله اخدها كويسه بس بكل بساطه. طيب يحصل ايه لو فود بلوجر مره راح مطعم في وقت المطعم كان فيه زحمه او كان فيه الشيف بتاعه مش موجود، او وطلع اليوم ده بس الاكل مش حلو واتعمل ريفيو وسمعت هذا المكان باظت،
طيب في حاجه تاني نقدر نقولها؟ انت قصدك ان الراجل كان يجي مثلا يقول لك تعالى مره تانية خالص؟ ما لا مش محتاج خالص، مش محتاج ان انا اروح مره تانية. لا ما انت ازاي بتقول ان يتعامل مع الموضوع بحكمه؟ يعمل ايه يعني؟ صلاح حضرتك يا جماعه، الراجل اللي كان ممكن يطلع بكل بساطه يقدر يقول انا متشكرين الراجل اللي قال اللي انتقدنا بكل بساطه خالص، ياخد الموضوع ما ياخدش الموضوع على اعصابه، او ياخد الموضوع اللي انا ايه قصد عنفه او الكلام ده كله خالص. الموضوع مش كده خالص، اطلع ببساطه خالص، هكسب عطف الناس ليا كمطعم. انا بديها نصيحه لاي حد، اي حد مش كبير على الانتقاد، انت ذات نفسك بتنتقدي، انا بنتقد اي حد، انت فاهمه ازاي؟ طبيعي، لان انا برضك ما طلعتش شهرت بحد، انت فاهمه ازاي؟ انا قلت تجربتي الشخصيه. حاجه تاني، هو لو كلمتك مسموعه ده يخرب بيوت. لا خالص خالص، انا كلمتي انا ابسط الناس يعني. لا قصدي اقول يعني انا لو في مطعم ما اعرفوش وقلت لي ان هو وحش مش هروح. طب ما خلينا نشوف حاجه تانية. طيب ما نشوف راي الناس في الشارع كان ايه. الناس مقسومه لنصين، النص اللي بيهاجم اللي هي اللي هو بص هو حضرتك على حاجه بقى، عارفه انت الناس اللي هي داخله تهاجمك عشان هي مش عارفه اي حاجه، او مثلا انا عاوز اقول لك ايه، سمعت هقول لحضرتك على حاجه. انت لو رحت جربتي مطعم انت هتقدري تحكمي اذا كان ده كويس ولا مش كويس. طب في ناس راحت جربت وقالت ده مش كويس، تمام؟ فاهم حضرتك؟ بقول لك ايه، بس انتوا بتاخدوا فلوس ساعات عشان تقولوا انه حلو. بصي هقول لحضرتك على حاجه، انا لغايه مش معقول تيجي مثلا اعلان يقول لك خد 40000 جنيه وتروح تقول له ان الاكل وحش. هقول لحضرتك على حاجه، دوت بيعتمد على اللي بياخد فلوس، كلام سليم. أكيد انت بتاخد. انا لغايه اللحظه دي ما خدتش فلوس من المطعم، مفيش مطعم خالص. انا بروح للمطعم بدفع فلوس في الاكل، في مطاعم ما باخدش منها فلوس، في مطاعم ما بتاخدش ثمن الاكل، كلام سليم. ده للامانه كتير، في ناس بنديها ثمن الاكل لما نروح لحد البيوت والكلام ده كله، لان انا شغال على حته. انت بتكسب من ايه؟ من صفحتك يعني؟ والله صفحتي واقفه ربح. انا عندي مشكله في صفحتي اتهكرت، حد خد البيزنس اكونت بتاعها، فالصفحه بتاعتي. ما بتشتغل ايه؟ بص هقول لحضرتك على حاجه، انا راجل عندي كذا مشروع الحمد لله رب العالمين، ومشروع الرئيسي بتاعي اللي انا باكل منه عيش اللي هو مركز صيانه السيارات ده. شغل الشاغل الاول والاخير. امال ايه اللي دخلك في القصه دي؟ بصي هقول لحضرتك على حاجه، هي جت فتره كورونا، تمام؟ كنت انا فاتح مطعم، ما كانتش احسن حال مع الناس كلها، فدخلت في حته. طب يعني كان عايز يفتح مطعم اهو، فكنت نفسي شويه. فتحت مطعم بالفعل، وكنت شغال نعام وغزال، فكنت من الناس المميزه اللي بتعمل اكل الحمد لله رب العالمين، كنت جايب كواليتي عالي. فلو كان حد بينتقدني كنت بتقبل ده عادي، وبروح له وباخد برايه، حتى لو ولد صغير لازم اخد برايه اشوف ايه الشكوى بتاعته، ما اطلعش هجمه. انا راجل كراجل صاحب مال، فطبيعي حتى في مركز الصيانه لو في حد عملت له شغلانه وارد يكون صنايعي عندي اخطا، بس الصنايعي ملوش علاقه، مش هعلق حجتي على الصنايعي، مش هعلق حجتي على شيف. طيب انت ما خدتش قبل كده، لكن لو جيت طلب منك انك تعمل اعلان لمطعم، ما انت هتاخد فلوس ولازم تقول انه حلو. لو هو حلو هقول حلو، ولو هو وحش هترفض الفلوس وما تاخدش. طبعا انا من تحت اي بند من البنود، مش هكون سبب لحد يقول حسبي الله ونعم الوكيل، دي ابسط حاجه. خد بالك انت خطا، وحسبي الله ونعم الوكيل فيك. اللي حد يقول حسبي الله ونعم الوكيل عشان انا اكسب المال، كلام سليم. انا عندي ثلاث اولاد، بنت وولدين، في ملك في اولى ثانوي علم علوم، محمد في سنه 5، ملك لسه في كي جي 2، فمش هدخلهم جنيه خالص. طيب انت عملت اعلانات للمطعم ده قبل كده وقلت عنه كويس؟ طبعا. وطبيعي طالما عند ملك الفسفور العجيب بهيج بهيج، لازم تشرب شوربه الصفوت بجد جامده. الله صدق شوربه الجمبري جامده قوي. الحاجه لما تكون كويسه، وبرضك كنت روح. بس كنت خدت فلوس ساعتها. ده انا روحت دفعت ثمن الاكل. انا روحت ودافع ثمن الاكل، وقلت الاكل كويس، وقلت الاكل كويس. ما عنديش مشكله مع حد خالص. ايه اللي رجعك بقى انك تقول ان الاكل وحش؟ عشان الاكل مش بتاع نفس المطعم. ما كانش اكل حلو. هو لو ما يكون حلو انا هقول حلو، مش محتاج اللي انا لو هو لو انا اخدت. لا قصدي لو انت عامل كذا ريفيو قبل كده ان المطعم ده حلو. هو ريفيو واحد، هو كان فرع واحد. لما كان فرع واحد، انت لو حد يتفرج على الفيديو كويس هيلاقيني بقول من المطاعم اللي انا كنت احب اروح اكل فيها هو المطعم ده. بس من كتر ضغط الشغل ومن
من كتر انا بفتح محلات ورا بعض ورا بعض. في حاجه تاني اللي انا عاوز اوصلها، النظافه يعني مش هو ده برضك، هنقول ده من ضغط الشغل، غسيل الحاجه وهي جايه سواء مجمده سواء فريش ايا إن كان انت شغال بايه، لازم الحاجه دي لو خارجه من البحر ما ينفعش اسويها، ما ينفعش اشطفها. المطاعم مع ضغط الشغل غصب عنها ما بتلحقش تغسل الحاجه، الحاجه دي بالذات الجمبري والكشريات بالذات عشان تقعد لازم مش اقل من ساعتين تتحط في ميه بملح بخل بليمون. انت حضرتك ست بيت اكيد فاهمه الكلام ده كويس، اكيد بتعملي اكل في البيت فده طبيعي. حاجه تاني، لو انت فكرت تعملي جمبري في مسبك فطبيعي هيقلب بزفاره. اكبر شيفات في العالم قالوا كده الكلام اللي انا بقوله ده. لا ليه انا بعمله مش مفهوم. بتسوي الجمبري لوحده وبعد كده تحط بتسبيك الحاجه وبعد كده بتحطيهم على بعض. صح حقيقه. لكن انا هفضل اقلب واسوي. لا مش بيتعمل كده. خلاص ما غصب عنك. وبعدين بقليل اول بعدين احطه في الفرن. ده طبيعي. ده طبيعي. وبعدين ما بتقلهوش انت بقشره. لا انت بتبقي مقشره فطبيعي لان الزفاره فيه حبل الرمل. فلازم يتشال ولازم يتغسل بنظافه ولازم الجمبري بالذات ليه معامله خاصه. ايوه. كلمك في ناس كتير كلمت. هو لا ما كلمنيش خالص. انا ما عنديش مشكله مع حد اللي هو يكلمنا اصلا، يعني انا ما عنديش مشكله معاه. في ناس كتير كلمتني وحد اتكلم عنك. طيب هو اتكلم قال ايه؟ لا هو قال ايه؟ بص هو حضرتك على حاجه، كل واحد بيوصف نفسه، انت فاهمه ازاي؟ دي تربيه بتاعت شخص او ثقافه بني ادمين. كل واحد غلط فيك ولا ما غلطش، هو طلع حاسب. انا دايما بقول الدعوه على قد الظلمه، على قد ما انا ظلمتك على قد ما الدعوه هتسيب. خفت من الدعوه دي؟ طبعا لازم الواحد يخاف طبعا. بالراحه ربنا في الناس، حسبي الله ونعم الوكيل. وخد بالك كمان ان احنا شغالين عليك. انت لما بتقولي حسبي الله ونعم الوكيل فانت حطيت ربنا سبحانه وتعالى ما بيني ما بينك. اصلا تبقى انت راجل كويس لو ربنا عايز. طبعا لازم اخاف طبعا. مش لازم تبقى غلطان عشان تخاف، لكن هي الكلمه كبيره بتخلي الواحد يعيد حساباته تاني. طبعا. فانا لما حد يقول لي حسبي الله ونعم الوكيل، طب انا خايف على العميل اللي يروح اللي هو هيدفع 200 و300. بصراحة عمل حملة إعلانية قوية جدا. هقول لحضرتك على حاجة، ده أكبر دليل على اللي المكان مش مظبوط. مش مظبوط. أنا ساعتها قلت لو في ثقة بالنفس ما كانش هيبقى الرد مبالغ فيه كده. بس كده. وبعدين هقول لحضرتك على حاجة، الناس لما بتروح، والله ده حصل. النهاردة وأنا جاي لحضرتك حد يوقفني بالعربية قال لي أنا كنت بهاجمك بس امبارح رحت اكلت من هناك، والله انت عندك حق. دي فرحتني. فبجد المبقبقه الزفره والزفاره باينه فيها مع الفاهيته، الرز الفاهيته. يعني الموضوع ده ما اقولكيش انا يعني مش فرحتني اللي انا شمتان في حد، لا فرحتني اللي الحمد لله رب العالمين الواحد عنده مصداقيه ما بيني ما بين نفسي. مع ان المفروض ان هو يعيد حساباته بقى لو الفروع كتير اثرت فعلا على الجوده. ده طبيعي، لازم يكون انت عندك رقابه للناس كلها. عشان يعني كده انت عارف لما كنت مثلا بروح اعمل مثلا، انا كان نفسي طول عمري بشتغل في يعني في بلوجر دي ان شاء الله لما تم 60 يعني. احلى حاجه بحب الاكل وبفهم فيه. مفيش حد ما بيحبش الاكل. فلما رحت الكبده الفلاح وصديقي جدا فبساله بقول له ليه فرع واحد في اسكندريه لمده حاجه و30 سنه وانت تقدر تفتح فرع واثنين وثلاثه وكل اللي فاتحين الفلاح دول مش حقيقيين؟ مش حقيقي. انا فاهم ده. قال لي عشان انا لو فتحت فرع تاني انا مش هعرف اطلع الساندوتش زي ما بطلعه كده. ده بكل بساطه فدي حقيقه فعلا. انا بقول لحضرتك الا اذا تكون انت حاكم المطبخ بتاعك بالحديد والنار زي ما بيقولوا. يعني انا صعب لو فروع كتير قوي. ما انت مش هتعرف تسيطر. اصلك انت شخص واحد فهتبقى هنا ولا هنا ولا هنا ولا هنا وانت ربنا واسع عليك. وانت المفروض ان اللي معاك النوها او المفروض انت شغال برسبي. يعني انا معلش مع احترامي يعني انا بخبرتي اللي هي البسيطه المطاعم الكبيره دي بتشتغل برسبي. لو ولد صغير لسه موجود النهارده ويتر لسه جاي او ستيور لسه داخل المطبخ وقلت له سوي الاوردر ده المفروض يطلعه زي الشيف الكبير، لان الشيف الكبير او الشيف المسؤول او الشيف العمومي هو اللي محضر الاكل مجهز الاكل وعامل حاجه اسمها برسله بيبرسل الاوردر. تمام. يعني المطاعم الكبيره اللي هي شغاله بضغط تحت ضغط تعمل حاجه اسمها برسله، الاوردر جاهز على التسخين.
الموضوع ده اثر عليك بعد كده؟ بص هقول لحضرتك على حاجه، الهجوم الشرس اللي هم عاملينه ما اثرش معايا انا، ناس كتير، حاجه بس اللي مقصره فيا انا، مش مقصره فيا انا، مقصره في زمايلي. يعني انا عندي صناعيه شغاله في المركز الصيانه، وعندي صناعيه زمايلي كتير في مجال السيارات. الكلمه اللي بتوجع مثلا يا ميكانيكي، ده شرف لاي حد. انا شايف كلمه يا ميكانيكي دي شرف لاي. لا انا سمعت اوحش من كده، ما كتير اكتر من كده. انا بقول لك الكلمه اللي ضايقتني، اي ايا كلام بقى اللي بيقول لك بقى، اللي طالع يقول لك ليه. انا كلمه ميكانيكي دي، ما انا هو بصي دي مضايقاني عشان خاطر زمايلي او اصحابي والناس اللي شغاله معايا، فحاسين ان هم دي الكلمه دي وجعتهم. ليه؟ هو الميكانيكي ماله؟ الناس مش فاهمه في حد فئه او عقلانيا بتاعت الناس بتبقى غصب عنهم اللي هم مفكرين. لا يعني انت حتى لو ميكانيكي ايه المشكله؟ زي ما حد يقول لي يا ممثله. في بعض الناس مفكره الراجل الميكانيكي ده بني ادم درجه ثانيه او بني ادم درجه ثالثه، فالناس فاهمها كده. يعني الميكانيكي زيه زي الدكتور. مهم انت ايه؟ الميكانيكي زيه زي الدكتور. الدكتور مش هيروح شغله، مش هيروح يقدر يعمل العمليه بتاعته الا بالعربيه بتاعته. لو عطلت مش هيقدر يروح عربيه الاسعاف، لو عطلت مش هتروح تجيب المريض غير بالصنايعي. الصنايعي رقم واحد في العالم كله، انا شايف ده. وشايف كلمه يا ميكانيكي او يا سمكري او يا اي حاجه او اي صنايعي ده شرف لاي حد، يعني كل واحد صنايعي في مهنته. طيب عايزك توجه له رساله. والله انا رساله لابتغاء وجه الله، راعي ربنا سبحانه وتعالى في اللقمه اللي بتقدمها للناس، ايا كان صاحب مطعم، اللي دي لكل اصحاب المطاعم في الدنيا، راعي ربنا سبحانه وتعالى في اللقمه اللي بتقدمها للناس، ربنا هيكرمك. من خاف الله خاف كل شيء. باين احنا جايين على غفله وبنشتري الحاجه على غفله، وهسيب لكم الرصيد دلوقتي. بص المنظر مش احسن حاجه، بس خلينا نجرب ونسمي الله وندوق. بسم الله. دي منظر الكريمة بتاعتهم من جوه، الكريمة بتاعتهم مش احسن حاجة، في مشكلة في الكريمة. كل الفنانين والناس اللي طلعوا قالوا احنا مبسوطين كده، احنا بنحب تخننا، احنا ما بناكلش من تلاجاتكو، احنا ما بناكلش، عملوا عمليات او عملوا رجيم وخسوا، لان هي رحلة وهتاخدك في الاخر لباب مسدود، يا الموت يا الحياة. هتفضل تقاوح وتطلع السلم وتنهج وتنزل من على السلم، ويجي لك خشونة وتروح للدكتور ويقولك لازم تخس عشان ظهرك، والفقرات ركبت على بعض، لا بطنك لازم تنزل، لا اصل بنطلع اصوات واحنا نايمين بالليل، لا اصل ده كابس على الرئة، ضغطك عالي، عندك سكر، كوليسترول عالي يا عم، ده انت مش عارفة ايه، عندك دهون على الكبد، عندك دهون على الكلى. وفي الاخر هتلاقي الباب اتقفل، انك يا تموت يا تعيش، مع ان انت وانت في خلال الرحلة دي انت ميت، انت ميت ميت. طيب احنا معانا ضيفة دلوقتي، وهتبقى في عجالة شديدة في 10 دقايق، هتوريكوا العباية اللي رقم 58 اللي كانت بتلبسها، والعباية اللي راحت اشتريتها، وبين العباية الاولانية والعباية التانية 3 شهور. يعني من الممكن مع هذا الفريق الطبي اللي نمره موجود على الشاشة دلوقتي، ما تروحوش تجيبولي فيديوهات أنا طالعة فيها من نمر تانية على صفحات تانية مسروقة، لأ دول بس، النمر دي بس، من على الشاشة دي بس، من على صفحتي في السوشيال ميديا وصفحة هي بس. الست دي اتكلمت في التليفون، شافت البرنامج، اتكلمت في التليفون وقضت 3 شهور. ورينا كده، انا اتصورت مع العباية دي لان انا يكفيني فخرا اني كنت ربنا جعلني سبب في هذا. بصوا
بصوا بصوا ازاي ممكن الواحد بجد يبقى جدع. ست دي جدعة يعني، ست دي جدعة وبطلة. بصوا كانت بتتفرج عليا على التلفزيون بهذه العباية بهذا الحجم، وانا متأكدة ان في احجام اكبر بس هي اتكسفت. وبعدين اصبح الفستان اللي بوسط الجميل اللي هي لابساه واللي ماسكاه. الفرق بين البني ادم اللي على اليمين والبني ادم اللي على الشمال 3 شهور. يعني مع هذا الفريق الطبي اللي نمره موجودة على شاشة، حضرتك تستطيع ان انت تتحول لبني ادم اخر، وبالتالي شخصيتك هتتغير، ثقتك بنفسك هتتغير، كل حاجة هتتغير. يعني انا اقول لك ايه، انا عايزة اغير نفسي، ماشي اتغيري من جوه وتغيري من بره. هتغيري من بره بس، لا هو بره هيطفي على جوه وجوه بيطفي على بره. يعني ايه؟ يعني لما اكون مليان النهارده ومتضايق وكئيب وزعلان و و هيأثر على كل حياتي وعلى قراراتي وعلى شخصيتي وعلى خفه دمي وعلى تصرفاتي مع الناس، بتعامل بعصبيه ولا لا. ونفس الحكايه لو جواك حلو هتاخد القرار ده بان انت هتقرر ان انت تحب نفسك. لازم احب نفسي اكتر من اي حد تاني. انا من ساعه ما وشي باظ ما مش عارفه ابقى مش عارفه احس كويس، مش عارفه انبسط كويس، مش عارفه احس كويس، مش عارفه ابقى لطيفه مع الناس، مش عارفه ابقى مش عارفه فاقد الشيء لا يعطي. لاني ببص في مرايه شايفه واحده شكلها وحش، فمش عارفه احس حلو ده بجد. ويمكن هو مش حكايه جمال او مش جمال، هي حكايه شيطانيه، فاهم يعني؟ مش وش مريح، ممكن يبقى وش مش حلو او مش جميل بس مريح. انا وشي بقى مش مريح، بقى شرير. ربنا يعفو عنا يا رب. لازم تحسوا حلو، ولازم بدل عندكم الفرصه ان انتوا فعلا تطلبوا النمر دي دلوقتي وتتحولوا لحاجه تانية خالص. طب عايزه اقول لكم حاجه، تعالوا نتفرج على باقي العبايات شكلها ايه. قولي لي بقى اولا ايش هي كده؟ والله العظيم والبروش في الطرحه وبتاع. والله العظيم ايه الحلاوه دي؟ لا والله ده حلاوه حضرتك. خصيتي قد ايه بقى؟ انا كنت 110 وبعدين الحمد لله بقيت 70 40 كيلو. كنت لسه هقول لك ان شكلك مش 110 يعني ما تجيبيش ال 110 خالص. لا والله يا استاذه، ما انت اما تشوفي بقى العبايات والصور. انت جايبه العبايات معاكي؟ هاتي حاجه ثانيه خالص. هاتي اشوف. اتفضلي تعالي انا هقف. دي عبايتك وانت 110؟ دي اللي انا كنت بخرج بيها. اللي كنت دي بتاعت الخروج بقى دي، اوعى وشك صح؟ وفي اكتر، في اوسع كمان. استنى بجد شوفي يا استاذه صدمه. منظر وحش قوي. تعالي اقفي جنبي. اوش ايه راي حضرتك؟ مش هبين. مش هبين بني ادم تاني. مش هبين بني ادم تاني. بصوا طالع عنها ازاي، شايفين قد ايه طالع عنها؟ استنى بص. حضرتك هوريكي بقى اللي انا بلبسه دلوقتي كمان غير ده. ممكن اجيب بتاعه البيت. بصوا يا جماعه بتاعه البيت. بصوا بصوا دي، بصوا دي، وبصوا دي. هما ما بحبش ابص لهم. والله يا استاذه ما بحبهم. لا ما بحبهمش ولا انا صراحة. ولا انا. شوفي حضرتك دي كمان يا ولد. دي بتاعه البيت. دي بتاعت البيت بقى. أول مرة في حياتي ألبس بيجامات في الشتاء. والله دي كانت بتخش بالعافية يا أستاذة ريهام. بص يا جماعة قد إيه؟ والله كانت بتخش بالعافية. حاجة فظيعة. بعت لك عشان نشوف. لو حضرتك عايزاني برضه تنسى. ده بقى اللي بلبسه دلوقتي، حد يصدق الحجم ده هو اللي بلبسه؟ إيه ده؟ بصوا ده لبسها دلوقتي. تعالي أنت بقى البسي، امسكي ده جنبي كده.
امسكي انت جنبي ده. انت اسمك ايه؟ ناديه. بصوا ناديه دلوقتي وناديه قبل. ايه رايك يا دو؟ ايه رايك ناديه قبل وناديه بعد؟ اه وشها. لا سيبيه من غير اللي بتحطيه على جسمك عشان يشوفوا قليل ازاي كده. ناديه قبل وناديه بعد يا جماعه. ربنا يبارك لهم والله بصراحه. بصوا ازاي كده يا جماعه. حاجه ثانيه. لا انا نفسي مش مصدقه والله العظيم. ربنا يبارك لهم فعلا. والله يا استاذه انا ما مصدقه. ويبارك لحضرتك على فكره. ربنا يخليك. انت اتفرجتي عليا انا. انا من جمهورك. انا من ايام المحور يا استاذه بجد. والله العظيم. يعني انت اتفرجتي على الفريق الطبي عندي انا؟ انا بعشقك. ايوه انا ما طمنتش الا لما حضرتك اتكلمت عنه. عشان كده بقول لكم انا بصدق ليه. ان كل اللي يجي يقول لي انا من جمهورك مش مثلا هم جايبين لي حالات من حته تانية. لا 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 والله من حوالي. بس ايه يعني ايه راي حضرتك انت؟ اهم حاجه الاول. والله العظيم انا رصاهم في ضرفه في الدولاب كده. انا ما بطقش ابص لهم. يعني ساما بعوز حاجه من الدولاب اخدها كده من اللبس اللي انا اشتريت كله جديد باخدها واروح قافله الدولاب. مش عايزه ابص لهم. لا والله. والصور بتاعتي وانا مليانه مش عايزه ابص لهم. انا الحمد لله رب العالمين خفيت. انا كنت مريضه والله. السمنه مرض. ايوه طبعا والله مرض واكبر مرض حضرتك. انا من حلقاتك وانا بتابعك. فاكره حضرتك ايام ما جبت حلقه واحده تشيليها بونش. انا شفت نفسي في الموقف ده. الله يرحمها. ماتت. لا اله الا الله. منى. سامع حضرتك قلت ما في السرير جاي على لقينا السرير ليها. لا انا بعشقك انت قلبي والله العظيم. الله يخليك. وبشكر الدكتوره خلود بصراحه. هي كانت تعبت. ربنا يبارك لها بصراحه تعبت معايا جامد. وبشكر الدكتوره صوفي. طب قولي لي انت ال 40 كيلو دول في قد ايه؟ في 3 شهور. لا في 3 شهور. لا يا استاذة الحمد لله. يعني اكتر من 10 كيلو في الشهر. ايوه خسيت في اول شهر 15. انا مكنتش مصدقة. عارفة حضرتك اللي بينجح في الثانوية العامة ويجيب النتيجة في اول 15 دول. والله اتصلت بالدكتورة وزنت نفسي مرتين عشان اصدق. قالت لي ان شاء الله اول اسبوع. اول شهر. اول شهر 15. كل شهر 15. الشهر الثاني 10. الشهر الثالث الحمد لله ال 15. 15 10 15. بقى من ال 40 كيلو. ولسه باذن الله عايزه انزل 10 كمان. نفسي ابقى 60. برافو عليك. والله. لا انا بحب انا كارهه المنظر ده. مش عايزاه. انا مش عايزه اشوفه تاني ومش عايزه ابقى كده تاني ابدا. طب وجوزك بيقول لك ايه؟ انا جوزي اصلا بشكره جدا جدا لان هو السبب والله العظيم بصراحه. ساعة ما شفت حضرتك والفريق الطبي بقول له راح خلاني سكت يومين كده وراح جايبه لي هديه. والله. وهو اللي طب كان. طب قولي لي انت النهارده بتقولي انا 70 كيلو وعايزه ابقى 60 كيلو. انت فتحت نفسك على الحياه صح؟ انا عشت من جديد. انا ما كنتش عايشه. والله ما كنت عايشه. بقول كده يقولي ده كلام انت. والله يا استاذه رهام ما كنت عايشه. وكذاب اللي يقول هو مليان عايش. لا مش عايش. مرض. انا كنت عشان امشي كده شويه من الريسبشن بتاع للمطبخ انهج. انا ما كنتش بقوم كده زي الناس الطبيعيه. لازم اسند على الارض عشان اعرف اقوم. بجد والله العظيم. جوزي معايا. انا كنت اصلا عايزه اشكره قدام الناس كلها. شكريه. هو قدامك 30 ساعه. ده الجندي المجهول بصراحه. طب انبسط من النتيجه ولا لا؟ قوي قوي. هو كان معايا. هو اللي كان بيقول لي خد اللي عليك. خدت كذا. طب انت هو رفيع ولا تخين؟ لا رفيع الحمد لله. الحمد لله. طيب قولي لي بقى هو انت فضلتي كام سنه مليانه؟ انا اول 10 سنين كنت متجوزه رفيعه زي ما انا الحمد لله. فضلت زي ما انا ما شاء الله. يجي مثلا حضرتك كده قولي 15 سنه مليانه. يعني ازمه 20 سنه مليانه. يعني ازمه 20 سنه انتهت في 3 شهور. اتحلت في 3 شهور. طب اهو ده اللي بقوله لكم يا جماعه. والله ما كنت مصدقه ان لما فهمي. حد يبقى بقاله 20 سنه بيعاني من حاجه من مكالمه تليفون واحده فات 3 شهور بقت بني ادمه ثانيه. انتوا عارفين 3 شهور ده تغمضوا عينكم وتفتحوا. والله ما حسيتش بيهم. والله يا استاذه. ايوه طبعا ما حسيتش بيهم. ودلوقتي انا مبطله على فكره بقالي دلوقتي سنه ونص الحمد لله. يعني انت كنت 110 كيلو بقيتي 70.
وبقالك سنة ونص مبطلة ما تخنتيش. والله ما تخنت. والله ما تخنت. والله ما تخنت. أنا بخس. طب عايزين يا جماعة أكتر من كده. واحدة كانت 110 كيلو بقت 70 كيلو في 3 شهور وقعدت سنة ونص ومتخنتش. يعني هي آخر مرة اتعاملت معاهم كان من سنة ونص وما تخنتش. عايزين إيه أكتر من كده عشان تكلموا الفريق الطبي؟ مش فاهم. والله يا أستاذ ريم اللي ما بيتصلش بالفريق الطبي ده ويعمل زي ما أي أنا وأي حالة بتيجي قدام حضرتك هو عارفة هو الخسران. إيه؟ أنت عارفة هو خسران صحته. القرار اللي هي اللحظة اللي بيكلموا فيها الفريق الطبي هو قرار فعلا. أنا بحس إنها قرار. أيوة. إن أنا أتغير أو إن أنا أعيش أو إن أنا أبتدي من جديد. هي مكالمة التليفون ده هي القرار بصراحة. وهم بصراحة ربنا بيتولوكي بقى من ساعتها. خلاص أنا كانت الدكتورة دايما معايا على التليفون. لو أنا متصلتش هي بتتصل بيا. عاملة إيه يا نادية؟ في حاجة تعباكي؟ في أقول لها والله يا دكتورة ما في حاجة. الحمد لله. والدكتورة صافي. كلكم يا نادية؟ بصراحة. أدي الزرقة، الزرقة أوسع من دي. أوي يا الزرقة في البيت كنت بتحبي تبقي مرحرحة؟ والله كانت بتبقى ماسكة عليا يا أستاذي. ماسكة عليكي؟ ماسكة عليا. من كتر الشحم اللي فيها. دي كانت بتبقى ماسكة عليكي؟ والصور حضرتك لما تشوفيها برضو مش هتصدقي. فين الفستان بتاعي؟ أهو. هيجي نصها. اتفضلي. انت نحط دي على دي. استنى. نصها او ربعها كمان. لا نقول نصها. شوفي يا سيدي. مش باينة. مش باينة والله. والله انا نفسي ما مصدقه. انا بقعد البس الدرسات دي. ده نادية دلوقتي. ده بقيت نادية. ده بقت نادية اللي احنا رميناه. اه اللي احنا البني ادم اللي تخلصنا منه اهو. نص البني ادم المريض. والله نص. بص. والله يا استاذه المرض. أوه. المرض اللي انا بص تخلصت منه. بص هي بقت كده وكل ده راح. اه الحمد لله كل ده راح. مفيش مستحيل والله. لا 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 مفيش مستحيل ابدا. حضرتك انا كنت مليانه ايام برضه حضرتك ما بتعملي حملات السمنه بقيت انت تقولي خسوا خسوا. اقول لك والله يا استاذه نفسي اخس بس اعمل ايه؟ اعمل ايه طيب؟ انا مش وجربت حاجات كتير قبل كده بصراحه بس ما جابتش معايا نتيجه ومنتجيه. ده بقى اللي انا بقوله. يعني في ناس كتير كنت تقول لي ما انا جربت ناس كتير قبل كده ما انا شفت ناس في التلفزيون وكلمتهم قبل كده. قلت لكم ماليش دعوه. ماليش دعوه باي حد تاني وماليش دعوه. انا بتكلم في اللي انا شايفاه قدامي واللي انا جربته واللي انا ما بقبلش اعلن غير يعني غير معايا. يعني بيجي لنا ناس كتير قوي يقول لك اطلع معاكي فقره اعمل اقول لها شكرا. لا 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 الحمد احنا لله. لازم نبقى متاكدين جدا جدا من اللي بنقدمه. فريق طبي ممتاز ربنا يبارك لهم. انا والله بدعي لهم كل ثانيه كل ثانيه وبدل حضرتك انت ما تعرفيش انت عملتي فينا ايه. غيرتي حياتنا والله ربنا وربنا الاول ثم حضرتك هو ربنا الاول والاخر الطبي لان ربنا وفقك برضه ثم جوزي بصراحه اشكره جدا بصراحه ربنا. ولا هو ده بقى اشكره بعد كتير. ربنا لان هو انا بحب قوي الازواج اللي بتخلي مراتاتها احسن. اه والله او وعايزينهم يبقوا احلى. مش واحد يفضل يقول له واحده انا عاجبني انك تخينه كده. هو انت عايزه تخسي عشان تلبسي ضيق؟ هو انت مش عارفه ايه خليكي كده. انت بتقضي عليها وانت عارف انها مش عاجباك. استاذه يقول له انا خايف عليكي. أيوة. كان يبص على رجلي وعلى شكلي يقول لي انا خايف. انا كانت رجلك ورمه بقى. كتير ما كنتش بقدر امشي. احنا لو مشينا مشوار انا وهو اقول له لا وقف اي حاجه نركب مش قادره. كانت رجلي اكني نار فيها مش قادره فعلا مش قادره امشي عليها. وكان فعلا كان بيبقى زعلان يقول لي طب اخرتها ايه؟ انت هنقعد كده. وجبت جاب والله جاب ورحت للدكتور ريجيم وتابعت معاه ما عملش اي حاجه. ما فيش زي بصراحه. اهم حاجه في اللي انت قلتيها ان انت بقالك سنه ونص مبطله. ايوه الحمد لله ما رجعتيش لان في ناس كتير قوي تروح لها تخسس بسرعه جدا وترجعهم في شهر برضو اول ما تبطل. وهي دي النقطه اللي انا بصراحه ربنا كنت قلقانه منها. انا بقيت اقول انا مش هرتاح ولا اطمن ولا فعلا اشكر الناس دي. يعني بعد ما خسستي في 3 شهور قلقتي بقى وقلتي انا هرجع تاني. كله كان بيقول لي انت لاحظت بس هي 3 شهور وبعد كده خلاص وهترجع زي ما انت وازيد. ده فعلا بيرجع الواحد ازيد من. قلت لهم ان شاء الله اللي لقيته كده خلاص انا اللي هطلع اقول للناس ما حدش يجي. بقالك سنه ونص سنه ونص وعايزه تبقي 60.
حلم حياتي يا استاذه. استناكي بقى لما تبقي 60 كيلو ان شاء الله. عايز اشوف فستان بقى بتاع 60 كيلو ان شاء الله، هيبقى اصغر من ده ان شاء الله باذن الله. بشكرك، كنت بطله وبحييكي انت وجوزك واحلى حاجه في الدنيا ان الواحد يعيش بجد. ايوه والله، ما يمثلش انه عايش. انت عارفه الاصل هو بيمثل على نفسه، بيمثل على حد. انت ما هو فعلا هيمثل على نفسه، بيضحك على نفسه. مين تعبان يا استاذه في كل اللي انا كنت فيه ده الا نفسي؟ لازم، ولا حد هيحس بيكي غير نفسك، ولا حد هيحس. انا ولما كنتي هتكبري وتتعبي ما كانش حد هي. والله العظيم يا استاذ انا ما كنتش بعرف انام، النوم نفسه ما كنتش بعرف انام، تعبانه فعلا. انا عظمي كده كنت باجي كده انام ما مش عارفه، عظمي كان بيوجعني عشان نايمه عليه، عشان الحمل اصلا تقل عليه. جات لي زي ازمه قلبيه مره من كتر السمنه اللي على الشرايين. ساعتها انا ما صدقت ان انا شفت حضرتك، قلت لا هو قرار وهجرب زي ما الاستاذه مايلي جرب مش هتختار حاجه. جاب نتيجه الحمد لله، ما جاب بس جاب احلى نتيجه بفضل حضرتك والله. بفضل ربنا والله يا دكتور. يعني انت عايزه الناس كلها تكلم الفريق الطبي؟ والله خسرانين، هو خسران اللي هو مش هيكلمهم، خسران صحته اول حاجه، اول حاجه هو اللي هيتعب. بعد كده مفيش اي حاجه هتنفعنا الا صحتنا، محدش بينفع حد، هي الصحه بس مفيش غيرها. كلموا الفريق الطبي دلوقتي حالا عشان تبقوا زي ناديه وترموا العبايات القديمه دي كل الناس، وتشيلوا البني ادمين اللي انتوا شايلينهم دول وتعيشوا بجد. بصوا انا عايزاك تعمل اكستريم كلوز اب عليها، بصوا كميه السعاده اللي بشوفها في عينين الخاسس. انا اكني عشت لسه ببدا حياتي جديد. والله انا نسيت كل السنين اللي انا كنت مليانه فيها بصراحه. بصوا العينين بتبقى مليانه انبساط ازاي لو تعرف تجيب عينيها. والله العينين بتبقى مليانه انبساط. انا عشان شايفه حضرتك كمان والله يا استاذ. انا بعشقك والله. ربنا يخليكي يا حبيبتي وهستناكي وانت 60 كيلو ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله قريب جدا هاجي وانا 60 كيلو ان شاء الله. بشكر الدكتوره خلود والدكتوره صفاء جدا. قريب جدا هاجي وانا 60 كيلو.